مشاهدينا حول العالم اهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمباشر ومعا نحو عالم افضل. عالم افضل لديه القدر الكافي من الوعي الصحي والتثقيفي والذي يكفل له معرفه كل ما هو جديد وحديث ومتطور في مجالات العلاجات التي تتعامل مع بعض الامراض المزمنه كالجديد في علاج مرض السكر. فالسكر هو أحد أخطر الأمراض المزمنة التي تصيب كثيرين حول العالم من بينهم أطفال وشباب. ما هو مرض السكر؟ ما هي طبيعته؟ ما هي أسبابه؟ ما هي العوامل الخطيرة التي تؤثر على حدوثه والإصابة به؟ ما هي الأعراض التي تصاحبه؟ ما هي أعراض ارتفاع نسب السكر في الدم؟ ولكن الاهم ما هي اعراض هبوط او انخفاض نسب السكر في الجسم وكيف نتعامل معها بدقه وبسرعه شديده ما هو دور المريض ما هو دور الطبيب ما هو دور المحيطين بالمريض الذي يصاب بهبوط مفاجئ في نسبه السكر ولكن كيف يمكن تشخيص حالات مرض السكر والاهم كيف نقي أنفسنا من هذا المرض اللي بعتبره لعين يصيب أطفال وشباب وكبار كيف نقي أنفسنا من الإصابة بهذا المرض هذا أحبائي ما سوف نحاول تغطيته في هذا اللقاء مع ضيف هذا اللقاء والموجود معنا باستديوهات قناة الكرمة الأستاذ الدكتور يوسف بشاي طبيب العائلة بكاليفورنيا أهلا وسهلا بك دكتور يوسف اهلا وسهلا بحضرتك مدام ميرفت انا سعيد خالص ان اكون معاكم في اول حلقه طبيه في 2016 اصلي من قلبي ان تكون السنه سنه سعيده على كل الناس وعلى قناه الكرمة ثانك يو فور هافينج مي وانا متشكر جدا انكم انتم يعني بتدوني الفرصه ان انا اشارك بالمعلومات الطبيه مع الساده المشاهدين برحب بكل الساده المشاهدين اهلا وسهلا بحضراتكم احنا هنتكلم عن مرض السكر لو عندك اي سؤال او عندك اي استفسار لو سمحت خلال الحلقه لو سمحت تدينا تليفون واحنا ربنا يدينا حكمه ان احنا نجاوب على كل الاسئله اللي حضراتكم هتسالوها اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا بيك يا دكتور احنا سعداء بوجودك لكن كمان بوقتك اللي يعني مستقطع من عيادتك ومن كل المهام اللي عندك لكن بتقرر تدي وقتك لكل مشاهدي الكرمه عن محبه وعن خدمه وعن محبه اولا في شخص الرب يسوع الرب يباركك بركات مضاعفة ويستخدمك معانا في هذه الليلة أصلي من أجلكم وأصلي من أجل قناة الكرمة اللي بتسمح لنا وبتدينا الفرصة أن احنا نشارك مع السادة المشاهدين ربنا يبارككم شكرا جدا ليك دكتور يوسف ها. أحبائي سعداء أن احنا هنتواصل معاكم حتى نسمع كل ما لديكم من استشارات طبية خاصة بهذا الموضوع العلاجات الجديده في مجال مرض السكر ولكن احبائي قبل التوغل بعياده مرض السكر تعالوا معا نستمتع بكلمات هذه الترنيمه تلاقي ممكن انه مريض السكر يعيش حياه طبيعيه جدا لانه مرض زي اي مرض بس فقط يجب ان يتبع بعض التعليمات وبدقه. تعالوا في البدايه نتعرف على ايه هو مرض السكر وازاي بيحصل. اتفضل يا دكتور. قبل ما اقول تعريف مرض السكر احب اقول شويه ارقام انا جبتهم معايا على اساس ان مرض السكر بعد شويه هيكون كل ثلاث أشخاص في العالم فيهم واحد عنده سكر كل ثلاث أشخاص فيهم واحد عنده سكر أنا عندي أرقام من الكلام ده من 2012 طبعا التعداد هنا في أمريكا عندنا 29 مليون شخص في أمريكا عندهم سكر الكلام ده من 2012 آه يعني بعد كده معدل السكر بيزيد حوالي 10% كل سنة فيهم 21 مليون احنا اوريدي شخصناهم في 8 واحد من 10 مليون لسه لغايه دلوقتي ما شخصناهمش يعني في ناس عايشين عندهم سكر واحنا كاطباء لسه مش عارفين لغايه دلوقتي هم عندهم سكر في 1.25 مليون طفل عندهم سكر آه وبنضيف كل سنة حوالي واحد واربعة من عشرة مليون حالة كل سنة لمرض السكر قالوا 2014 في حوالي 387 مليون شخص كل العالم في كل العالم عندهم سكر وعلى 2035 هيبقى في حوالي 592 مليون شخص عندهم سكر بنصرف حوالي 612 612 بليون يو اس دولار كل سنه على السكر في كل العالم كميه كبيره من الفلوس بنصرفها وفي ناس كثيرة لدرجه ان بعد شويه زي ما بنقول هيبقى في مريض كل ثلاث اشخاص عندهم سكر طب ايه هو تعريف السكر تعريف السكر احنا بنعرف ان السكر هو مصدر الطاقه في الجسم عشان يكون عندي انا السكر هعرفه ازاي ان ان الجسم يبقى غير قادر لتحويل السكر لطاقه فنسبه السكر تزيد تزيد على النسب الطبيعيه في الجسم يبقى في خلل معين في الجسم نقص في الهرمونات او عدم قدره للخلايا ان هي تاخد السكر علشان تحوله للطاقة فنسبته تزيد في الدم عن النسب الطبيعية اللي المفروض تكون فيه نسبة السكر الطبيعية المفروض تكون من 80 ل 100 كنا زمان نقول من 80 ل 120 دلوقتي نزلنا شوية قلنا الطبيعي ان هو يكون من 80 ل 100 علشان احافظ على كمية السكر في الدم من 80 ل 100 علشان الجسم يقدر يشتغل ويحول كميه السكر الموجوده في الجسم لطاقه في حاجات في هرمونات بتشتغل في الجسم الهرمونات دي اللي هنتطرق عليها بعدين ونشوف كام هرمون ممكن يساعدوا الجسم على ان هم يحولوا السكر للطاقه دي لكن في اي وقت في مشكله في الجسم ان هو يعجز الجسم على تحويل السكر للطاقه بيجيني حاجه اسمها مرض السكر سواء عن طريق الخلايا نفسها أو عن طريق نقص في الهرمونات اللي الجسم بيفرزها علشان الجسم يقدر يهضم بيه السكر علشان يحول الطاقة رأى يا دكتور بس النسب اللي حضرتك شاركتنا يعني بيها في البداية فعلا نسب كبيرة نسب تخض يعني تفشي بشكل غير عادي على الأرقام اللي حضرتك حصرتها أو جبتها معناها أنه ليه تواجد فعلي بالإضافة أن حضرتك قلت فيه نسبة الى الان الدكاتره ما يعرفوش ان المريض يعني مصاب بالسكر وكده لازم نتعرض لسؤال بس هيجي وقته ازاي المريض يعرف اولا انه مصاب بالسكر حتى يقدر ياخد المبادره ويروح للدكتور نسب كتير من حالات السكر بتكتشف برده لما بنيجي نعمل المتابعه او الفحص الدوري فاثناء الفحص الدوري ده الناس بتكتشف ان عندها سكر لكن لو ما فيش وناس ما بتعملش الفحص، ازاي المريض يعرف؟ بس خلينا في البدايه نعرف ايه اسباب السكر. احنا عشان كده بنقول ان السكر بيزيد في بيزيد شويه في تعداد الناس، علشان الاسباب بتاعته هي اساسا ان احنا الافراط في اكل السكر، واحنا دلوقتي بنفرط الحقيقه في كل العالم، مش احنا هنا بس، بنفرط في اكل السكر او مشتقات السكر، او الحاجات اللي بتتحول للجسم. فيها للسكر. يعني ممكن انا اكل سكر، يعني مثلا نعمل انواع من انواع الكيك. دلوقتي احنا بنتفنن ازاي نجيب انواع من انواع الكيك، وازاي نعمل وازاي نقدم للناس الضيوف بتاعتنا انواع من الكيك، الكيك ده كله سكر، اوكي؟ ازاي نغير العيش لحاجات تاني فيها كربوهيدرات وفيها عيش يقول يعني طب احنا مش بناكل عيش لكن بناكل حاجه تاني فيها كربوهيدرات الحاجات اللي فيها النشويات الكتيره فدلوقتي الانسان بيتفنن في صنع هذه الاشياء في صنع النشويات رز وعيش ومكرونه وكنافه وبكلافا وحلاوه وصودا كلها دي كلها سكريات فعشان احنا بنفرط بنفرط في اكل الحاجات دي السكر بيزيد في الجسم يبقى اساسا ان احنا طبعا في اسباب تاني اللي احنا هنتطرق عليها بعد شويه ان هي مش داخله من صنع الانسان يعني في في اسباب يصنعها الانسان بنفسه عن طريق الافراط في الاكل أو عن طريق قلة الحركة، وفي أسباب الإنسان مش بيعملها، ملهاش دخل فيها، زي ما إنها تكون أسباب جينية، جي جينيتك. إحنا بنقول نسبة كبيرة من مرض السكر اللي هو النوع الثاني من مرض السكر عبارة عن ديزيز. يعني مرض وراثي بيجي بالكروموزومات، بيجي بالجينات. يعني بابا عنده سكر في احتمال كبير أن يجيني سكر، ماما عندها سكر في احتمال كبير انا يجيني سكر دي اسباب انا ملياش دخل فيها والانسان ملهوش دخل فيها اوكي ما اقدرش اعمل اي حاجه انا ما اخترتش بابا وما اخترتش ماما وما اخترتش جدي ما اخترتش الناس دي الله اوجدني في العيله دي ودي حاجه جينيه انا خدتها وباخدها بس لكن لما اعرف ان انا الحاله الوراثيه دي موجوده انا لازم اشتغل كويس اصعب شويه من الناس الطبيعيين ولا طيب انا في عيله كلها سكر وكان انا المفروض ان انا اعمل ايه يبقى المفروض ان انا اقلل من السكر المفروض ان انا اقلل من اخذ السكر المفروض ان انا اقلل من النشويات او الحلويات او كل حاجة اللي هي تؤدي الى السكر يبقى في اسباب من صنع الانسان وفي اسباب ليس للانسان فيها دخل اللي هي الحاجات الوراثية اللي هو مش بيتدخل فيها الاسباب اللي هو الانسان بيصنعها هي الاكل او عدم الحركه طبعا احنا اشغلنا دلوقتي بنشتغل كتير ومعظم الناس بيشتغلوا على الاقل 12 ل 16 ساعه في اليوم فبالتالي كميه الاكسرسايز ابتدت تقل كميه الحركه ابتدت تقل الناس اللي بيعملوا اكسرسايز وبيعملوا تمرينات صباحيه زي ما كنا بنتعلم زمان ابتدت تقل مش كده وبس كمان بنروح مشاورنا معظمها بالعربيات مش بن, مش بنمشي زي ما كنا زمان نروح مشوار لمحطه الاوتوبيس لمحطه العربيه مش دلوقتي بناخد العربيه ونروح وناخد العربيه ونسافر وناخد العربيه فبالتالي عد السواقه الكتيره بتخلينا نقعد كتير والاشغال بتاعتها معظمنا واحنا قاعدين مش بنعمل حركه فبالتالي قلة الحركة بتساعد الجسم على تراكم السكر أكثر وبعد كده كمية السكر اللي احنا بناخدها أكثر عن طريق أنواع الأكل اللي احنا بنتفنن فيها كل يوم وبنصنعها كل يوم بيزود الضغط على الجسم إن في كميات سكر خلال اليوم بتدخل الاسباب اتركزت حوالين الناس ده يعني زي ما حضرتك قلت ان الانسان بايده ممكن يصيب نفسه بالسكر بعض انماط الحياه وبعض السلوكيات اليوميه بتعرضنا للاصابه بالسكر نتيجه عدم تنظيم الغذاء او تناول بعض الوجبات اللي هي مليانه بالسكر وبتزيد من حدوث السكر لكن العامل الجيني عامل اساسي وحضرتك ركزت ان الناس اللي هي عندها احتمال الاصابه بالسكر والعامل الجيني عندها او العامل الوراثي في توقع لحدوث السكر لازم هما اكتر ناس لازم يخلوا بالهم اكتر في تناول بعض الوجبات لكن كمان حضرتك ركزت على الرياضه والحركه والاكسرسايز لكل الناس بس دايما بنركز اكتر بصفه خاصه عن الناس اللي عندها العامل الوراثي <applause> كعامل كبير عايزه ارجع سنه صغيره أه. حضرتك قلت المعدل الطبيعي وده السؤال غالبا اللي بنسال فيه أه. أه. انا سكري عالي او واطي ما, بي... ما بيتسالش غير لازم عن طريق الفحص لكن دايما الشخص يقول ما هو المعدل الطبيعي ل... ل... لنسب السكر في الجسم حضرتك أه. قلت 80 ل 120 دلوقتي مش بنقبل ال 120 وبس ال 100 وخلينا نتكلم على من ال 100 لل 120 وايه موقفك وليه حضرتك بتفضل <applause> انه يكون 100 بس تمام يعني احنا كل ما يكون السكر قليل عن المعدلات يبقى كل ما يكون احسن يعني نقول من 80 ل 110 معدل اوكي يعني لغايه 100 معدل اوكي ما فيش مشكله بالنسبه له اوكي لكن من 100 من 100 لكن بعد كده هنقول الارقام اللي احنا هنشخص بيها مرض السكر يعني مثلا لو انا عندي سكر صايم 126 او اكتر يبقى انا اقول للانسان او المريض اللي قدامي انت عندك سكر لكن لو انا عندي واحد عنده السكر الصايم 115 يبقى هو زيادة عن المعدل الطبيعي بس أنا لسه ما شخصتوش كطبيب إن هو عنده سكر يبقى في في اللي هو في حلقة من الناس أو من المرضى اللي إحنا بنسبيهم في الطب اللي هم بنقول عليهم البري دايبيريك يعني البري دايبيريك يعني هم لسه ما وصلوش سكر لكن سكرهم عالي شوية يعني أنا المفروض يكون من 80 لغاية 100 110 أقصى لكن من 110 لغاية 126 بعتبر بس ما بعتبروش مريض للسكر لسه، يبقى بنقول الطبيعي من 80 ل 100، من 100 لغايه 126 نقول عليه بري دايابيتك، يعني هو مش بيقدر يهضم السكر كالناس الطبيعيين، لكن لسه ما جالوش السكر، وده اللي هو الريد زون اللي هو يقدر الانسان او المريض في الوقت ده يتدخل بسرعه. قبل ما احنا نقول اه طب انت عديت ال 126 يبقى انت تشخصت كانك انت مريض للسكر يبقى احنا لازم نبتدي على العلاج لان مجرد ان احنا نبتدي على العلاج مش هنرجع تاني باك مش هنرجع تاني من غير علاج فاحنا بنقول من 110 لغايه 126 نعتبره بري دايابيتيك يعني هو مش 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 ما عندوش سكر لكن في المرحله اللي هي قبل السكر وبنقول للمريض الله يخليك احنا خلال سنتين او ثلاثة هندي لك دواء للسكر فحاول بقدر الامكان تقلل من نسبة الاكل للكربوهيدرات للنشويات للحلويات للشوكولاتة والكعك والبتفور والحاجات اللي هي كلها كلها سكر حاول بقدر الامكان تقللها ولازم تزود من نسبة حرق السكر في جسمك عن طريق الاكسرسايز okay. حضرتك قلت يعني كذا حاجة مهمة عايزة أقف عند كل حاجة منها حضرتك قلت لو أنا قلت خلاص كطبيب قررت إنك هتاخد هتبدأ تكون على علاج سكر أنت مش هتنفع توقف هل اللي بياخد السكر بياخده اللي <applause> ال... احنا هنتكلم عن الموضوع ده في نهاية الحلقة على إزاي إن احنا نعالج لكن احنا كل ما كأطباء كل ما نتسرع او كل ما نحط المريض على على دواء للسكر كل ما يكون احسن كل ما احنا هننقذ جزء كبير من البنكرياس بتاعه من الفشل لما انا سكري يكون 150 فممكن عندي حلين، الحل الاولاني ان انا اقول للعيان انت سكرك 150 انت عندك سكر، فاحنا ممكن نبتدي على ريجيم قاسي، اوكي، ونبتدي على على نوع من انواع التمرينات الرياضيه الاكسرسايز فيري اجريسيف، ونقدر نمشي ثلاث شهور في الوقت ده ونشوف الاخبار بعد ثلاث شهور، ده احتمال الاول، الاحتمال الثاني ان انا اقول لا طب انا هشتغل على الاكل وعلى الرياضه، بس انا هبتديك على علاج بسرعه، ليه؟ لان انا مش عايز ارهق البنكرياس، لان زي ما احنا هنقول بعد شويه ان كل ما السكر يزيد البنكرياس يفرز هرمون اسمه الانسولين اوكي يفرز الانسولين اكتر اوكي لو انا عندي سكر 150 وانا بفرز كميه من الانسولين قليله لازم البنكرياس يضاعف كميه الانسولين علشان يقدر يحرق الكميه السكر الاكتر الموجوده فلو انا عندي امكانيه معينه للبنكرياس اوكي بقول الله يخليك تشتغل كل سنه بالامكانيه دي اوكي اجي فجاه كده اقول للامكانيه دي انا عايزك تعملي الضعف يبقى بدل الكميه اللي بتفرزيها انسولين انا هضعفها للضعف اوكي يبقى انا هضغط زي ما انت عندك مصنع بتقول احنا هنطلع 100 كرتونه كل من المنتج الفلاني كل سنه اوكي هنقول لا احنا محتاجين كتير احنا السنه دي هنطلع 200 يبقى كل العمال لازم يشتغلوا اوفر تايم ولازم yeah. يشتغلوا اكثر وهكذا في في البنكرياس يبقى لما انا اقول انا عندي كميه السكر 80 بس فجاه انا افاجئ الجسم ان انا عندي كميه سكر ل 160 يبقى لازم البنكرياس يشتغل ضعف يشتغل اكثر علشان يفرز كميه انسولين اكثر فلو قعدت طول طول ما اطول في الفتره دي اكثر كل ما بضعف خلايا البنكرياس اطول شكرا دكتور <applause> كنت عايزه اسمع الكلام ده لانه دايما الحالات اللي ممكن تشارك ال... الواحد انه برضو احدى السيدات قالت لي طيب انا احتمال اصاب بالسكر فيما بعد فخليني اعمل اكسرسايز خليني انظم اكلي خليني لا ده ليه حدود انه زي ما حضرتك قلت كل ده على حساب <خلايا> البنكرياس تمام. ان هو بيبذل مجهود اكتر في مه. وقت مش عايزين يصاب بحاله من الاضطراب او القصور في ان هو يؤدي وظيفته تمام. فعلينا اذا في وقت ان اخذ علاج التزم بالعلاج طيب و... اسمح لي اسالك سؤال تاني برضه في الحته دي قبل ما اسيبها حضرتك قلت دي النسب انه من 80 لمية 100 ومش بنرضى قوي يب... بي... بتجاوز بي... المية هل ده ليه علاقه بالاعمار يعني هل الشباب هل الكبير ولا النسبه دي غالبا سريعه الكل لا النسبه دي سريعه الكل اطفال وكبار وصغار وكل لان الجسم بيحتاج سكر بيحتاج سكر في كل العمر في الاطفال الصغيرين بيحتاجوا سكر في الاطفال الكبار في الناس الكبار بيحتاجوا سكر فكميه السكر في الاطفال الصغيرين بتبقى نفس المعدل تقريبا اوكي الناس الكبار طيب في جزئية مهمة وأنا عارفة إن حضرتك هتشاور عليها في التشخيص بس قبل ما ننسى حضرتك قلت لما بيكون التحليل صايم كم ساعة يعتبر إنه الإنسان صايم وتحليله يطلع مظبوط احنا بنقول على الاقل 8 ساعات أوكي؟ لكن في ناس بيقولوا 10 في ناس بيقولوا 12 انا يعني بقول لعيانيني 8 ساعات تقريبا حضرتك رحيم جدا <تصفيق> بس <تصفيق> <تصفيق> طيب يعني 8 ساعات من <applause> تواجد من من اخر وجبه يعني من آ... من يعني fasting after midnight يعني بقى اخر وجبه يعني ياخدها قبل الساعه 12 بالليل وبعد كده يصحى يعمل التحليل الساعه 8 او 9 الصبح يعني حوالي 8 ساعات في حاجات ثانيه بتتاثر بكميه الصيام يعني مثلا الدهون الثلاثيه كل ما صوم اكتر كل ما يكون العدد اقل يعني yeah. مثلا لو صمت 10 ساعات او 12 ساعه الكوليسترول والدهون الثلاثيه بيبقى اقل شويه لكن مش في السكر السكر عندنا 8 ساعات يكون كفايه خالص طيب رائع جدا دكتور خلينا نقول بقى بعض المظاهر بس اللي قبل ما اقول بعض المظاهر عايزه السؤال الكبير او اللي الناس كتير بتهتم بيه وحضرتك شاورت عليه في البدايه انا مش بعمل متابعه انا ما عنديش اي درايه عن الامراض وكمريض بسيط ازاي اعرف ان انا بعاني من السكر ودي بنتكلم كده على الأعراض بتاعة السكر، يعني احنا كده لو احنا عايزين نقول طب أنا عشان عندي سكر أعراض، وزي ما احنا بنقول إن في 8 مليون شخص لسه احنا ما شخصناهمش، أوكي؟ لأن ما عندهمش أعراض، ما جوش راحوا ما راحوش للدكتور، أوكي؟ ففي في حلقة في النص الإنسان بتاع السكر مش بيحس بأي أعراض، يعني احنا بنقول إن سكر الصايم المفروض يكون أقل من 110، أوكي؟ جيت بعد كده سكر الصايم بقي 150 انا ماشي بسكري 150 شويه ما فيش مشكله اوكي مش حاسس بحاجه اوكي ابتدوا ال 150 يزيدوا ل 170 اوكي ابتديت احس ان انا تعبان شويه لكن برضه ماشي أوكي؟ لغايه ما السكر الصايم وصل 200 وعند ال 200 ابتدي بقى اشعر بـ بال بال بالحاجات اللي انا المفروض ان انا اشعر بها كمريض للسكر اوكي لكن من 100 من 110 ل 200 انا عندي سكر المفروض ان انا اخد علاج لكن انا ما اكتشفتش ان انا عندي سكر كان yeah. في مشاكل بتحصل في جسمي بسبب السكر ده وفي اعضاء بتتحرق وفي اعضاء بتنهج وفي اعضاء بتفرز هرمونات اكتر وفي اعضاء بتتلف عينين yeah. بتتعب وزغلله no. في العين وكل الحاجات دي كلها بتحصل بس انا انا شغال 16 ساعه في اليوم مش حاسس بحاجه ومفيش اي مشاكل ما فيش اي مشكله لكن السكر لما يبتدي يطلع اكتر يبتدي الانسان يحس بالاعراض في حاجات اللي احنا بنقول عليها ريد خلوا بالك منها دي، يعني في ناس يقول لك انا بتعور لما بتعور الجرح مش بيلتئم بسرعه, بسرعة. واقعد سنين كده، طب ليه مش بيلتئم بسرعه؟ اشمعنى انت؟ انا مش عارف هو مش بيلتئم بسرعه، بدل ما يلتئم في يومين او ثلاثه اوكي بيلتئم في اسبوعين او ثلاثه. ما دي, دي حاجه لازم تس تسأل, تسال الدكتور يعني ممكن يكون عندك السكر عالي سنه بسيطه مش بيخلي الجروح تلتئم في ناس تاني يقول لك انا عندي التهاب في المثانه بتاعتي كل شويه بيجيني التهاب في المثانه اوكي الستات عامه يجيلهم التهاب في الجهاز التناسلي يقول لك انا عندي شويه فطريات ما فيش مشكله في الجهاز التناسلي وماشي كده كل كام شهر بيجيني وخلاص ما فيش اي مشكله طب ايه السبب <applause> يعني ما اهو معلش ما فيش من كل الستات بيحصل لها كده وتيجي تكشف لما العمليه تزيد اكتر ونكتشف ان هي عندها فالحاجات اللي ممكن يحصل في ريد فلاجز اوكي يخلينا نفكر لو الجرح مش بيلتئم كويس اوكي <applause> لو انا بيجيني التهاب كل شويه التهاب في المثانه او الستات التهاب في الجهاز التناسلي لا لو انا كل شهر بيجيني التهاب دي حاجه مش طبيعيه دي محتاجه سؤال سؤال لازم نجاوبه انا لازم اروح لدكتور لازم اشوف ايه الموضوع بعد كده ابتدي اشعر ان انا تعبان وهمدان، مش قادر ما عنديش طاقه ان انا اشتغل نفس الشغل اللي انا بشتغله، بعد كده تبتدي بقى الاعراض اللي هي كل الناس بيجوا آه يقولوا ده انا بقوم في الليل اكتر من مره بروح بروح الحمام اكتر من بره اللي احنا بنسميها بوليوريا، اوكي؟ يعني السكر لما يزيد في الدم يفرز في البول كتير فيبقى السكر يبقى البول كله سكر واحنا قبل ما الاجهزه بتاعتنا كانت كانت تيجي هنا من حوالي 50 60 سنه كانوا بيعرفوا العيان ان هو عنده سكر عن طريق البول المحلي يبقى طعمه حلو خالص كان فالبول بينزل بكميه كبيره في السكر فلما ينزل بكميه كبيره في السكر ينزل الميه معاه اوكي، okay. فالإنسان يقول لك أنا كنت بقوم بقوم بالليل مرة واحدة بس أدخل الحمام، اوكي، okay. أستعمل حمام، دلوقتي بقوم ثلاث مرات، أربع مرات بالليل، اللي احنا بنسميها بوليوريا، كمية البول بيزيد عشان المية بتزيد، علشان السكر بينزل مع البول. يبقى اول حاجه دي ريد فلاج يبقى بدل ما انا بقوم بالليل مره اقوم بالليل ثلاث مرات كان لما الميه بتنزل كتير يحصل دراي ماوث يحصل البق بتاعي يبقى ناشف عايز اشرب ميه كتير يبقى طول اليوم البق يعني الماوس بتاعي جاف يبقى اول حاجه لو الجرح ما بيلتئمش كويس، لو انا بيجيني اي نوع من انواع الالتهابات في المثانه او في الجهاز التناسلي، اوكي لو انا شاعر ان انا همدان وتعبان طول الوقت، او لو عندي الحاجتين الاساسيين دول اللي هم بولي يوريا اند بولي يعني انا بشرب كتير، اوكي ميه كتير، بقي ناشف وبدخل الحمام اتبول كتير، أوكي. كميه البول عندك بيك كتيره، فبقوم في الليل اكتر من ثلاث اربع مرات، نعرف ازاي في ناس كتير يقول لك انا بشرب ميه كتير بدخل الحمام كتير. طب ماشي ما احنا ما اتفقنا ما فيش مشكله، يعني انا لو شربت ستين ثلاثه هدخل الحمام كل نص ساعه خلال اليوم. نعم. لكن مش هقوم خلال الليل، لان في في الليل في مشك... في المثانه بيحصل ديبريشن للمخ ان يعني. انا مش هقوم، يعني اقصاها مره واحده بس في الليل، لو انا قمت اكتر من لو انا بقوم كل يوم كل يوم بالليل مره، وبعد كده العمليه زادت لثلاث مرات في الليله يبقى في مشكله. يا yeah. yeah. يبقى دي حاجه مش طبيعيه ده مش عشان يبقى مش عشان بشرب ميه كتير لان yeah. انا ممكن اشرب ميه كتير خلال اليوم وادخل الحمام كتير دي حاجه طبيعيه فيسيولوجيكال فيسيولوجيكال كويس مفيش مشكله يبقى الكلى شغاله كويس يبقى حاجه طبيعيه لكن خلال الليل حتى لو انا بشرب كتير وقمت كتير يبقى دي ريد فلاج يبقى انا محتاج ان اروح لدكتور اشوف الموضوع ايه يبقى مش بكميه الشرب اللي انا بشربها على طول يبقى المفروض ان انا اروح يبقى انا في حاجه حصلت في جسمي بتخليني ادخل الحمام كتير والحاجه اللي حصلت في جسمي ان السكر بينزل في البول كتير ومع السكر تنزل ميه غالبا كل يعني الاعراض اللي حضرتك سردتها قدامنا اعراض ملموسه متشافه محسوسه <applause> بس خليني اسال حضرتك في كذا سؤال في الجزء دي خليني اسال حضرتك حضرتك قلت اللي بيصاب اصابه متكرره بالتهاب المثانه ايه هو التهاب المثانه يشعر بايه حتى يعرف انه ده جزء من, من الاصابه بالسكر هو التهاب المثانه بيبقى طبعا يبقى في حرقان في البول وان انا بدخل الحمام كتير وان انا كل خمس كل خمس دقائق بدخل الحمام وان انا مش بقدر افضي المثانه بتاعتي انزل شويه بول صغيرين وبعد خمس دقائق احس ان انا عايز ادخل الحاجه اللي اكتر مع السكر اللي هو الالتهاب الفطري اللي هو الفطريات الفطريات بتنمو مع السكر يعني احنا لو سيبنا شويه لبن من بره فيهم سكر هيبقوا زبادي اوكي ليه بيبقوا زبادي اوكي علشان الفطريات بتنتشر كتير اوكي والفطريات بتنمو في الموضوع ده اوكي فلو كميه السكر كتيره في البول اوكي اول حاجه تحصل اللي هو الالتهاب في المثانه والالتهاب في الجهاز التناسلي اوكي يبقى الجهاز التناسلي في الرجل وفي الست يعني نعم. احنا ناس كتيره خالص يقولنا العياده اول حاجه يشتكوا منها يش... ان هو عندهم بس التهاب في, ال... في التهاب في الجهاز التناسلي بتاعهم وتبقى دي الظاهره الوحيده الظاهره الوحيده, الوحيدة. اول يعني ما, ما تحصل يخاف خالص ويرجع يجي جاري نعم. على الدكتور اوكي طب انت ايه المشكله بتاعتك خلال 3 4 5 شهور فاتوا ما عنديش اي مشاكل بتدخل الحمام اه خمس مرات في الليل ودي حاجه طبيعيه <applause> بالنسبه لك ولا دي حاجه مش طبيعيه طب ما جيتش ليه من قبل كده <applause> لا يمكن بشرب كنت بشرب ميه كتير ايه بتشرب ميه كتير وبتقف تقوم خمس مرات في الليل ما دي حاجه يعني مش مش طبيعيه اكيد حاجه مش طبيعيه في اي تغيير في معدل انك انت تدخل الحمام كتير يبقى في حاجه مش 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 مظبوطه لكن الحاجه اللي جابته العياده ان هو حصل التهاب حصل ورم حصل في افرازات في الجهاز التناسلي اوكي فالست تيجي جاري العياده او الراجل ييجي جاري في العياده علشان مش قادر مش قادر يمارس علاقته الجنسيه مش قادر يعمل اي حاجه في البيت ودي حاجه خطيره ابتدت الست تشتكي منها وابتدى الراجل يشتكي منها وده اللي بيجيبه العياده بسرعه جاي، لكن قبل كده يقول لك انا عندي خمس ست شهور قبل كده بدخل الحمام كتير في الليل وبشرب ميه كتير وزوري ناشف بس ما اهتمتش في الموضوع ده يعني مش حاجه مش مهمه قوي يعني. يعني شموليه الموضوع او عايزين نقول مجموعه الظواهر او العلامات اللي هي بت بتساعد ان انا اكتشف اني مصاب بالسكر، علامات واضحه جدا ويقدر الانسان يكتشفها، لكن يمكن دكتور يقدر يميزها الكبير، عايز اسمع عن الاطفال. ازاي الاطفال والاطفال نسبه حضرتك شاركت بيها ليست بقليله ان هم مصابين بالسكر ازاي النهارده اعرف الولد ده مصاب بالسكر وهو ما عندوش الادراك انه يميز بعض المظاهر او العلامات او الاعراض اللي يميزها الكبير زي ما احنا هنقول بعد شويه الحقيقه الـ 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 احنا في نوعين من السكر عندنا اللي هو تايب 1 اند تايب 2 اوكي اللي هو النوع الاول والنوع الثاني yeah. okay. النوع الاولاني اللي بيجي في الاطفال اوكي okay, ده بيبقى نتيجه خلل في البنكرياس اوكي وهم لغايه دلوقتي ما يعرفوش ايه سبب النوع الاولاني لغايه دلوقتي ما نعرفش في ناس بيقول لك ثيوريز يعني اجتهادات ممكن الولد الصغير يحصل له فيرال انفكشنز فيروس الفيروس ده يعمل مضادات المضادات تروح للبنكرياس البنكرياس يروح واقف عند العمل يبقى دي الحاجه بتاعه السكر اللي بتحصل في الاطفال الصغيرين بتحصل فجاه yeah. رايدا واي يعني مش هيلحق يقول انا عندي مشكله في التبول انا عندي مشكله في الـ وده ممكن يحصل ممكن يحصل مع الاطفال الصغيرين برضه اوكي okay؟ لكن مش هيلحق اوكي okay؟ ازاي احنا بنكتشف التايب 1 ان هو بيدخل في غيبوبه بسرعه okay؟ اوكي فجاه تلاقي الطفل مش مركز معاك اوكي okay؟ اللي احنا بنقول تشينج ان ذا مينتال status اوكي مش قادر يتكلم كويس اوكي okay؟ وبيقول كلام مش واقعي مم. او الاطفال الصغيرين بيبي. خالص اوكي okay؟ البيبي الصغيرين مش قادرين يفوقوا مش قادرين يفوقوا همم نروح المستشفى نقيس السكر نلاقيه عالي خالص بال 600 يبقى اول حاجه تحصل مع الاطفال الصغيرين اللي هي حاجه اسمها دايابيتك كيتو اسيتوسيس يعني. ان السكر الكتير يتحول لكيتون الكيتون يروح على المخ يعمل مم. مشكله في المينتال ستيتس اوكي يخلي الولد الصغير مدروزي يعني انا كل حياتي الطبيه اكتشفت حاله او اثنين بالصدفه يا yeah. yeah. مع الاطفال الصغيرين، اوكي؟ okay. ان انا بعمل له فيزيكال وده ده ودي اهميه الفيزيكال كل سنه، ان انا بروح من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها في الفيزيكال بنعمل تحليل بول، okay. اوكي؟ نعمل تحليل البول نلاقي كميه سكر كثيره خالص، وابعته المستشفى على طول، اقيس له السكر الاقي 500 600، يعني مش هي ال 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 السكر في الاطفال الصغيرين مش هيجي على مراحل، مش هيجي اوفر ييرز. بيجي فجأة، والنتيجة تخلى البنكرياس تلاقي فجأة ال 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 الولد الصغير دخل في تايب 1 دايبيرس حصلت له دايبيرك كيتو اسيدوسيس ابتدى يغيب عن الوعي او ابتدى يبقى دروزي مش قادر يفوق كويس اوكي الماما ماما تطلع جاريه بالولد في المستشفى نكتشف ان هو عنده سكر اوكي يعني التين ايجرز اللي هم 15 و16 بيقدروا يستحملوا كميه مم. السكر العاليه ودي اللي احنا بنكتشفها عامه في العيادات احيانا مع الفيزيكال اكزامينشنز عشان كده احنا وي ونقول للامهات والابهات الله يخليهم هاتوا الاطفال مره كل سنه اوكي نحب نشوفهم نحب نشوف النمو بتاعهم. نشوف نعمل لهم تحليل بول، نتاكد ان هم كويسين كل سنه لان دي حاجه مهمه احيانا في الكشف ده بنكتشف لغط في القلب yeah. نكتشف سكر، نكتشف ان الواد مش بينمو كويس اوكي، yeah. نكتشف انه عنده مشكله في الرصاص، نكتشف انه عنده مشكله في فقر دم، في حاجات كتيره خالص في الكشف ده اللي احنا بنعمله سنويا نكتشف بيه حاجات كتير احنا في مصر ما كناش بنعمل الموضوع ده لان yeah. بنروح للدكتور لما نبقى عيانين مفيش حاجه دورية لكن احنا بنقول ان الجسم محتاج صيانه محتاج حاجة دورية فإحنا لازم نروح للدكتور مرة كل سنة علشان خطر نتأكد أن كل الأمور كويسة علشان نتأكد أن مفيش حاجة غلط إحنا ممكن نكتشفها خلال الزيارة فالأطفال الصغيرين عامة مش بيشتكوا عامة إحنا نكتشفها ونكتشفها بالصدفة, بالصدفة وبتبقى حاجة بسرعة وصدن لي مش بتاخد وقت طب اسمح لي أرجع بقى الجزء بقى يمكن مش عارفة حضرتك يعني تقول إيه فيه هل الاهل بقى اللي النهارده مصابين بالسكر هل عرضه الولاد يحصل لها كده ولا في حالات بدون ما يكون فيها عامل جيني ولو كان الاهل مصابين والام اثناء الحمل هي مدركه انها مصابه بالسكر هل عليها دور بعد ما الطفل او الجنين ينزل والبيبي يتولد انها تعمل له فحوصات بما انه هو عرضه للاصابه <applause> طبعا سؤال مهم جدا اوكي احنا بنقول وده اللي احنا هنفرق بيه بعد شويه بين التايب واحد اللي هو النوع الاولاني والنوع الثاني اوكي يبقى تايب 1 بيجي للاطفال الصغيرين تايب 2 بيجي للناس الكبار اوكي احنا دلوقتي بس بنلاقي السن الصغير للتايب 2 اوكي علشان كميه اللوبيزيتي اللي هو زياده في الوزن مع الاطفال الصغيرين فبنشوف دلوقتي بنشخص النوع الثاني في ناس عند 15 سنه و20 سنه الاطفال البدينه اه اللي هم اللي هم وزنهم كبير فاحنا ممكن يجي لنا تايب 2 في سنه صغير yeah. بس عامه الرولز اوكي okay. ان التايب 1 بتاع السن الصغير التايب 2 بتاع السن الكبير اوكي okay. التايب 1 ما لهوش اي جينيتك فاكتورز اوكي okay. ما لهوش اي حاجه وراثيه ما لهوش اي عوامل وراثيه اوكي okay. الجسم بيعمل مضادات لخلايا البنكرياس اوكي okay. يقتلها فجاه اوكي okay. يعني لو انا عندي النوع الاولاني للسكر هل اولادي متعرضين ان هم يجيلوا النوع الاولاني للسكر لا فيري رير طبعاً, طبعا مش 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 معرضين اوكي okay. لكن لو انا عندي رقم 2 اوكي okay. دي نسبه كبيره جدا ان انا الجينات بتاعتي اوكي مني للاولاد الصغيرين اوكي فيبقوا متعرضين ان هم يجيلهم النوع من من السكر يبقى النوع الاولاني ملهوش عوامل جينيه النوع الثاني ليه عوامل جينيه النوع الاولاني بيجي للاطفال الصغيرين النوع الثاني بيجي للناس الكبار ودلوقتي بنشوفهم في الصغيرين عشان خاطر الافطار اللي هو الافراط في الاكل والسمنه الكتيره النوع الاولاني بيجي فجاه النوع الثاني بيجي على على سنين اوكي بيدخل الانسان في حاجه اسمها بري وبعد كده يدخل في دايبيريك وبعد كده نكتشف ان هو عنده سكر اذا في فرق كبير بينهم بس كمان عايزه ارجع حضرتك اثرت موضوع مهم وبعتبره مهم مخيف بالنسبه للامهات الافراط في تناول بعض الوجبات بالنسبه للاطفال عرضه للاصابه هو. بالسكر في سن مبكر طبعا وده ناقوس خطر لازم ننبه ليه هاخد اتصال وارجع اسمع باستفاضه الام دي المفروض تعمل ايه وبسرعه <applause> <applause> معانا الاخ مراد كاليفورنيا اهلا وسهلا بيك مساء الخير مساء النور سلام المسيح معاكم كل سنه وانتم طيبين وحضرتك بالف خير اهلا بيك اهلا بيك معلش انا عندي ثلاث اسئله بسرعه كده اتفضل اول سؤال لو ما حد عنده سكر ولكن عند الكبر جاله سكر. هل الاطفال اللي بيتولدوا بيجالهم سكر؟ ده أول سؤال. م -م. السؤال الثاني حفيدتي جالها السكر وهي عندها خمس سنين، هي عندها دلوقتي تسع سنين ونص. م -م. في حين إن مفيش حد في العيلة بتاعت الأب أو الأم عندهم سكر. الحفيدة الحفيدة أه. م -م. في حين مفيش حد عنده سكر في العيلة خالص يعني سواء ياه. من جهة الأب أو جهة الأم. وهي بتاخد انسولين دلوقتي طبعا السؤال الثالث مراتي عندها سكر والسكر بيكون الصبح وهي صايمه ما بين 160 و 170 فايه السبب يا ترى؟ لكم جميل الشكر شكرا ليك شكرا ليك اخي مراد اتفضل يا دكتور شكرا لو انا لو لو انا جاني سكر وانا سن كبير اوكي ده غالبا تايب 2 اللي هو النوع الثاني يبقى لازم في حد في العيله كان عنده سكر يمكن ما يكونش حد انت شفته Okay. يعني ممكن يكون الأب كويس والأم كويسة والجد كويس والجدة كويسة بس الجد رقم ثلاثة كان عنده سكر الجد رقم أربعة عنده سكر فأنتوا عندكم في العيلة حاجة جينية إن هو يجي لهم مرض السكر okay. مش لازم أنا أكون شفتهم بعناية ممكن الجد السابع الجد الخامس الجد الرابع في التسلسل yeah. العائلي okay. دي أول حاجة تاني حاجة بالنسبة للحفيدة اللي هي جالها سكر إحنا بنقول إن الحفيدة اللي جيلها سكر أوكي okay. إن الأولاد الصغيرين يجيلهم سكر دي مش حاجة وراثية okay. يعني اقول تقريبا 99.9 من, من حالات التايب 1 دايبيريز احنا بنسميهم تايب 1 دايبيريز بيجوا للاطفال الصغيرين نتيجه خلل في البنكرياس اوكي ولغايه دلوقتي هم ما بيعرفوش ايه السبب؟ لكن بنقول ثيوريز يعني اجتهادات، الاجتهاد الاولاني ممكن يجولهم فيروس عمل لهم ديستركشنز للبنكرياس، عمل لهم ان هو كسر خلايا البنكرياس والبنكرياس بتاعهم باظ، حصل فيلير للبنكرياس بتاعهم، اوكي؟ الحاجه الثانيه ان الجسم بيعمل مضادات للخلايا البنكرياس يقتلها، ففجأه البنكرياس يقف، وفجأه مفيش انسولين. وفجأة السكر ما نقدرش نحرقه لأن الهرمون الأساسي في حرق السكر هو الأنسولين يبقى الحفيدة دي لازم تاخد الأنسولين وهتاخد الأنسولين للأسف طول حياتها لأن خلاص البنكرياس بتاعها فشل احنا دلوقتي بنذاكر وإن شاء الله ربنا يوفقنا إن احنا نعمل حاجة اسمها بنكرياتك ترانسي بلانت إن احنا نزرع للأطفال الصغيرين جزء من بنكرياس دلوقتي بيعملوها في المكسيك وهنا بنذاكرها كويس أوكي وان شاء الله خلال سنين ثلاث اربع خمس سنين ان شاء الله هيكون في حاجه كويسه معجزه في الطب ان احنا نزرع للاطفال الصغيرين دول بنكرياس ونخليهم يعوضوا النقص اللي هم عندهم. هل التايب 1 بيتنقل من الحفيده دي ربنا يديها العمر تتجوز لاطفالها؟ طبعا الاجابه لا لانه ما لهوش اي اي حاجه وراثيه. السكر الصايم اللي هي عند مراتك لازم يكون احنا بنحاول كاطباء ان احنا نقول السكر الصايم يقل عن 126 يعني 130 140 لو لو احنا زاد عن كده ب 160 170 حاجه من الاتنين، لان العشاء بالليل بتاعها يكون جامد شويه فزود السكر في الفطار، لأن الادويه اللي هي بتاخدها مش كفايه ان هو ينزل السكر في الصبح علشان يبقى الايديال شوجر، يبقى انا كطبيب بحاول بقدر الامكان اقول اخلي السكر بتاع مريض السكر يرجع للطبيعي اللي هو 126 او اقل. لو مريض السكر وصل السكر الصايم بتاعه 126 اقل اقول له أنت انا بحبك خالص وانت كويس خالص وماشي كويس جدا اوكي لانك انت سكرك زي الطبيعي بالظبط يبقى انا كطبيب شغلانتي مع المريض ان انا احاول بقدر الامكان اوصل السكر الصايم ده ابو 160 او 170 ل 126 او اقل يبقى لو انا مستمر على 160 او 170 اوكي يوم ورا يوم ورا يوم وايام كثيره خالص احسن اروح للطبيب بتاعي واقول له لا ده انا سكري الصايم 160 و 170 انا لازم انزله شويه علشان انا عايز عارف ان السكر الطبيعي 120 او اقل فانا عايز بقدر الامكان يكون اقل من 126 او لو هي حصلت مره واحده بس يبقى غالبا اكلت شوية ورق بشوية شوية محشي كرمب ولا أي حاجة فيها رز كتير أوكي أو حتة شوكولاتة أو حتة كنافة في الليل اللي قبليها صحيت ليه سكري عالي يبقى دي مرة واحدة حصلت ونقول له ما تعملش كده الله يخليك نضربه على إيده ونقول له الله يخليك ما تعملش حاجة دي تاني وحاول بقدر الإمكان يبقى عشاء خفيف أوكي قبل ما تنام لكن لو هو مستمر بصفة مستمرة 150 160 يبقى استحسن نعدل من الدواء شوية وأروح للطبيب بتاعي علشان خاطر يعدل لي الدواء شوية علشان السكر الصايم يكون أقل من 126 امين شكرا لاتصالك اخي مراد وامين تكون لقيت اجابه لكل تساؤل عندك وفعلا انا بشترك مع حضرتك في الامنيه دي بل هصلي من اجل انه فعلا يكتشف هرمون يعمل على تحفيز البنكرياس على انتاج نسبه تقدر يعني تعمل امين امين اسم يسوع لأني الاطفال العلم بيتقدم طبعا وكل يا. سنه بنكتشف حاجه جديده وربنا يدينا الحكمه ويدينا المعرفه أكتر يعني امين, أمين. آه خليني ارجع للطفل البدين وعرضه <applause> هذا الطفل للاصابه بالسكر وادينا شايفين كيفيه التعامل معاه اذا اصيب بالسكر آه الى مدى الحياه آه علاج آه مش سهل النهارده انا عارفه ان انا ممكن اقول الكلام ده في النصائح بس مش عايزه الدكتور يعدي المرحله دي آه ايه رايك نقول ايه للام؟ لا نقول للام الله يخليكي خلي بالك قوي وصلي للولد ده وحاولي بقدر الامكان تعملي اكتر مجهود ان احنا نخسسه في الوزن كي. لان الولد ده ليه عرضه كبيره خالص انه يحصل له سكر مش بس السكر الزياده في الوزن ممكن يزود له الكوليسترول يزود له الضغط اوكي بعد شويه على سن ال 30 سنه يبقى الولد الصغير ده اللي انت ربيتيه وهو زياده في الوزن كي. يبقى على دول السكر ودول الضغط ودول الكوليسترول حرام ان احنا نحطهم في الموقف ده في اولاد عندهم مشكله في الاكل، وفي اولاد بيحبوا الاكل، وفي اولاد بيروحوا بي 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 من ورا أباهم وياكلوا، لكن انا كاب احاول بقدر الامكان ادي النصيحه للابن، احاول بقدر الامكان ما اشتريش حاجه للابن ممكن تزود له الوزن بتاعه، احاول بقدر الامكان اظبط له الاكل بتاعه علشان خاطر بقدر الامكان ان انا اخسسه في الوزن، لان كل سنه تعدي والابن ده او الولد ده زياده في الوزن، في عرضه ان هو يكون يتعرض السكر وتعرض للضغط وتعرض للهاي كوليسترول يس استاذن حضرتك ناخد بعض الاتصالات السريعه اختي سوزان من نيويورك اهلا بيكي انا عندي بس سؤالين عايزه اسالهم اتفضلي بالنسبه للسكر بيوجع العظم كان الجسم كله كده بيشكشك وعظم كله وجعني انت عندك سكر اه بالسكر آه عندي كمان السكر وراثه يعني انا خدت من امي ومن ابويا واخواتي كلهم عندهم سكر معرض بناتي يجيب لهم السكر زيي اتفضلي يا دكتور <تصفيق> 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 انت سن حضرتك كام انا 51 سنه اه 51 سنه وبتاخدي علاج حضرتك للسكر دلوقتي اه باخد علاج. السكر ماشي كويس بانتظام ولا السكر لسه عالي بس هو عظم اللي بيوجعني آه. اه ليكي كم سنه عندك سكر انا بقالي بتاع خمس ست سنين كده تمام <applause> طبعا على يعني احنا برضو حاجه من الحاجات اللي بيعملها السكر ان هو بيعمل التهاب في الاعصاب ويخلي العظم بيوجع يعني طبعا يخلي العظم يوجع، لان زياده في السكر بتحرق الاعصاب، بيحصل حاجه اسمها نيوروباثي يحصل التهاب في الاعصاب نتيجه لمرض السكر، فلو سكري عالي ميتينات وقعد ميتينات 3 اربع خمس سنين، في حاجه من الحاجات اللي بتحصل في جسمي ان يحصل التهاب في اعصابي، اوكي؟ اللي احنا بنسميه مرض النيوروباثي اوكي؟ واحيانا المرض النيوروباثي ده ياثر على العظم بتاعي وياثر على المفاصل بتاعتي، دي اول حاجه. حاجه حاجه ثاني على سن الواحد 51 معظم الستات بيجي وجع في جسمهم نتيجه نقص في الهرمونات بتاعتهم والحاجات لكن لو لو السكر عالي لازم يتظبط ولو السكر بيعمل عامل مشكله وعالي اكتر من 200 لازم نظبطه لان طبعا واحده من الاعراض الجانبيه بتاعته ان هو بيعمل التهاب في الاعصاب وبيعمل وجع في العظم هل يا ترى ممكن تدي لاولادك طبعا ممكن تدي لاولادك اوكي اي حد من الاهل الاب او الام عنده سكر في عرضه ان الاولاد الصغيرين ياخدوا منه مش التايب 1 اجين مش اللي هو بيجي في السن الصغير لكن التايب 2 يعني انا لو جاري على سن ال40 في ممكن احتمال اولادي على سن ال40 او سن ال50 يجي لهم نفس المرض اللي انا جاني لان ده طبعا نوع كبير خالص من الجينيتك بروبلمز اللي بيتنقل بالجينز فانا هنقولها من بابا وماما وهنقولها لاولادي، اوكي؟ يعملوا ايه دلوقتي؟ لازم يخلي بالهم من اكلهم، لان السنين اللي هم بيقضوها والسكر قليل في جسمهم احسن بعد كده احنا ي... ي... بنقول البوست بوند الانسيدنس اوف دايابيتس، يعني بدل ما الانسان يتعرض على سن ال 30 ال ممكن يتعرض على سن ال 50 ال 60، بالهم من اكلهم خالص، يقللوا من النشويات والحلويات والبكلفات والكنافات والصودا، اخطر حاجه الصودا الحقيقه مع الاولاد الصغيرين انهم الصودا كتير لان كميه السكر اللي في الصودا كميه كبيره خالص فنبطل الصودا ونحاول بقدر الامكان ناكلهم خضار وفاكهه سكرها معقول والفيجتبلز اهم حاجه طبعا الخضار وال والفاكهه اللي هي مش مسكره الحقيقه لان في بعض الفاكهه بيبقى مسكره جامده سكرها عالي خالص زي العنب مثلا دي سكرها بيبقى عالي ونخليهم اكتف نخليهم اكسرسايز لازم يعملوا اكسرسايز ونحاول بقدر الامكان نخليهم يخسوا في الوزن يعني دي وظيفتي انا كاب او ام ان انا ازن على اولادي ان هم ياكلوا كويس ويعملوا اكسرسايز ويعملوا تمارين ويخسوا شكرا لاتصالك حبيبتي معانا اتصال اخر من بنت الرب اهلا بيكي الو اهلا بيكي لو مساء الخير مساء النور اه بنشكركم الاول على البرنامج الحلو ده وكل سنه وانتم طيبين وانت طيبه حبيبتي اتفضلي اه انا عايز اسال حضرتك يا دكتور اه يعني مجموعه اسئله السؤال الاولاني انا جالي سكر وانا عمري 41 سنه حاليا انا عمري 48 سنه اه اخذته من بابايا وبرده جوزي عنده 61 سنة أخذ السكر من والدته فنقدر نقول السكر ماشي في العيلة عندنا وراسي يعني وأختي الصغيرة برضو ظهر عندها السكر فأنا عندي سكر وعندي ضغط دم وعندي كوليسترول عالي من وانا 41 سنة بالضبط وابني ظهر ابني الصغير ده عنده 14 سنة ظهر عنده الهاي كوليسترول من هو 9 سنين بالضبط كده فلما رحنا للدكتوره بتاعه الكارديولوجي قالت ان في عنصر وراثي في الكوليسترول بس هو بيخلص كتير في اكله انا مش قادره اسيطر عليه خالص لانه طبعا الوحيد بتاعي فما بيحبش ياكل خضار نهائي ولا سلطه ولا الكلام ده كله ما ياكلش الا السلطه الجاهزه بتاعت بره ما ياكلش لو عملتها في البيت ما ياكلش اي خضار الا البسله ما, ما ياكل محشي ياكل مكرونه يعني الحاجات دي الواحد بيعملها نادر لا طبعا لان الزهرة عندنا سكر واحنا اوفر احنا الثلاثه فمش محتاجين الحاجات دي فما بعمل بعملهاش تقريبا انما السيطره عليه في سن التين ايجر بالذات اللي ان هو ياكل اكل صحي يحب الفراينج يحب البرجر يحب الحاجات دي كلها فانا عايزه اسال حضرتك وهو اوفر ويد برضه فالولد ابتدت تبقى عنده رقبة سوده مسود فانا كنت سالت دكتوره قبل كده عندنا في الكنيسه فقالت لي ان ان الرقبه السوداء دي عرض مش حلو وقالت لي لو شميتي عرق وبتلاقي فيه ريحه زي ريحه السبرتو برضو ده عرض مش حلو فزائد الهرش في الـ في الـ في الاماكن الحساسه يعني فانا عايزه اعرف من حضرتك هل معنى كده انا كنت عملت له من حوالي ثلاث سنين فاتوا تحليل سكر عند البرايمري كير بتاعه وظهر نشكر الله ان ما فيش ايه سكر فانا عايزه اعرف من حضرتك الاعراض اللي ظهرت عليه اليومين دول اللي هي سواد الرقبه وفيري دارك يعني وال... وريحه العرق اللي هي زي السبرتو وال... وال... والهرش في الاماكن حساسه هل معنى كده ان هو بسم الصليب يعني ممكن يكون عرضه للمرض ده زائد ان يعني هو وراثي انا عارفه انه وراثي ويعني و... و... انا خايفه يعني فعلا إيه؟ يعني حاجه صعبه وبالنسبه ان مش بياكل اكل صحي كمان، بالنسبه لي انا كمان انا مش بقيس السكر خالص، ليه بقى؟ لان بتوجعني اطراف صعوبه ان جيت اخسن او كده ان جيت اخسن او حاجه بعد كده بعد ما اشك روحي بالابره مش مش بستحملها، فمش بقيس مش بقيس مش بقيس السكر نهائي، فبرضه عايز اعرف راي حضرتك في الموضوع ده ايه هو ان انا ما بقيسش السكر بانتظام ومش باخد بالي يعني انا بس بحافظ على اكلي الى حد ما بحاول الغي العشاء كده واكل اكل صحي بحيث ان انا ما زدش انما مش بقيس السكر بصراحه ايه راي حضرتك والاكثر خطوره يعني حاله ابني تمام. شكرا لك حبيبتي, حبيبتي. تفضلي دكتور طبعا كون ان حضرتك عندك سكر وكمان جوزك عندك سكر فهو احنا بندي بندي لابنك دبل دوزز يعني جرعه مكثفه مكثفه يعني من الجينيتكس اوكي لا. يعني طبعا في احتمال كبير أنه يجيله سكر لان مش بس منك انت من الاب لو خد جينات من الاب هيجيله سكر لو جات خد جينات من الام هيجيله سكر فاحنا الاثنين اوكي فهل يا ترى هيجيله سكر في المستقبل طبعا في احتمال أنه هو يجيله سكر في المستقبل الحاجه التانية هعمل له ايه وهو زياده في الوزن؟ يبقى دلوقتي يبقى اول اول سؤال جاوبناه ان هو هيجي في احتمال انه يجي سكر، اوكي؟ انا اعمل ايه كام كاب او ام عندي ابن بالطريقه دي؟ طبعا سواد الرقبه 99% من الاولاد اللي عندهم سواد للرقبه بيحصل لهم سكر في المستقبل، اوكي؟ سواد الرقبه بتيجي من زياده الوزن. اه فهعمل ايه انا كاب او ام؟ يبقى لازم اول حاجه اعمل الجزء بتاعي انا. رقم واحد ان انا ما اشتريش اي حاجه ممكن تزوده في الوزن في البيت، يعني بدل ما اشتري صودا امنع شراء الصودا، اوكي؟ امنع شراء التشيبس والشيتس والبطاطس، وال... امنع ان احنا نعمل رز ومكرونه، اوكي؟ امنع اجيب عيش في البيت، اوكي؟ هعمل الجزء بتاعي ان انا اقول لا هو ده الاكل اللي احنا هناكله. هو ده السلطه اللي احنا هناكلها هو ده الخضار اللي احنا هناكلها هو دي الفراخ اللي احنا هناكلها يبقى هعمل توضيب للاكل بتاع العيله بتاعتي على حسب امكانياتي وحسب اللي انا بفهمه علشان خاطر اشجع الولد ده ان هو يخاف الولد ده تين ايجرز هل يا ترى هيقدر يسمع الكلام يعني حوالي عشرين 20% مش هيسمع الكلام هيحب ياكل بره ويروح كينج برجر كينج ويروح جاكنا باكس وياكل الحاجات اللي هي كلها دسم وكلها كربوهيدرات اعمل ايه انا كاب وكأم لازم انصح واكرر النصيحه وانا دايما بقول للابهات والامهات كرروا النصيحه كل يوم يبقى ما تفشلش من النصيحه وما تفشلش انك انت عطيت النصيحه ومش بيسمع الكلام لا ده انا هنصحه كل يوم لان انا خايف عليك يا حبيبي اوكي الاكل ده ما تاكلوش لو سمحت لو سمحت الاكل اللي هو فيه فرايد اوكي اللي فيه فرنش فرايز اللي فيه كربوهيدرات اللي فيه حلاوه اللي فيه شوكولاته الله يخليك ما تاكلوش يبقى انا منعته من بيتي بس مش هقدر مش هقدر اروح مع المدرسه مش هقدر اشوف هو بياكل ايه في المدرسه ومش هقدر اروح معاه لاصحابه ومش هعرف هو بياكل ايه في مع اصحابه اوكي لكن لازم انا كاب او ام انصحه هقول له نصيحه واشوفه هو بيعمل النصيحه ولا مش بيعملها لو ما عملهاش يبقى لازم اكرر النصيحه وما فشلش ابدا فيه وكرر النصيحه كل يوم وصلي له اوكي يعني انا بقول للاب والام احنا كميه كبيره من الصلاه لازم نعملها للاولاد الصغيرين لان لازم ربنا يتدخل في الموضوع ولازم يغير عقل الولد ده ان هو يسمع الكلام وان هو يغير لو الولد ما اقتنعش بالكلام اللي انا اقوله كان, كأن أنا مش بعمل له حاجه الحقيقه انا متاسف جدا الاولاد في السن ده بيبقى بيبقوا ستوبرن يعني معاندين ابوهم وامهم الكلام اللي انت بتقوليه في حاجه هو بيعمل حاجه ثاني خالص مين اللي يغير دماغه ربنا هو القادر هو يغير دماغه اوكي يبقى انا ما فشلش من النصيحه اعمل الحاجه الصح في بيتي اوكي واقول لا الحاجات دي انا ما دخلهاش في البيت ومش هشتريها اوكي ولو شفتك بتشتري انا هزعل منك خالص اوكي يبقى هعمل الجزء بتاعي من كتر التكرار يعلم الشطار okay. وخليه يسمع الكلام وصلي له كل يوم يا رب تدخل انت بقى اسمع الحاجه التالتة ان لازم اوديه كشف دوري كل سنه يبقى لازم اعمله تحليل دم كل سنه علشان اتاكد انه هو ما جالوش سكر في اي وقت ممكن الناس اللي عندهم سكر بينقلوا الجين بتاع الجينز بتاعه الضغط وبتاعه الكوليسترول في نفس الوقت يعني معظم الناس اللي عندهم سكر بيبقى عندهم ضغط عالي وبيبقى عندهم كوليسترول عالي فلو هو عنده الكوليسترول عالي ممكن يكون من افراطه للاكل وممكن تكون دي بدايه برضه ريد فلاج ان انا لازم اخلي بالي منها خلي بالك منه وصلي له واعملي الحاجات دي في البيت ضروري ان كان وربنا يكمل الباقي ان شاء الله مين دكتور قالت حاجه ثالثه ان هي الاطارف بتاعتها بتنمل وهي توقفت عن انها تعمل التحليل بتاع السكر فاي موقفها <applause> تح... بالنسبه للتحليل السكر الحقيقه مهم ان العيان يعمل تحليل السكر في البيت ليه لانك انت مش هتقدري تروحي للدكتور كل يوم ك... يعني انا بشوف عيانيني مره كل ثلاث شهور دايما بقول له بقول لكل عيانين اللي عندهم سكر الكلام ده 50% من علاج السكر او ان احنا نعمل كنترول للسكر بتاعك ات يور ريسبونسابيلتيز انت مسؤول عن 50% من العلاج لو عندك انت التهاب شعب هوائيه اقول لك الله يخليكي ما تعمليش اي حاجه انا هديكي مضاد حيوي انت ما انك انت تنامي سوايل وانا هكمل اوكي يبقى دي مسؤوليه الطبيب 100% اوكي لكن لو انت عندك سكر لان السكر ده تغيير في الحياه من اول من اول ما تعرفي ان عندك سكر لغايه نهايه الحياه انت بتغيري اسلوب اكلك واسلوب شربك والاكسرسايز بتاعك اوكي لكن انا ب... اول قاعده بقعدها مع العيان بتاعي بديله البارامترز يعني ايه يعني بقول له انا عايز حاول بقدر الامكان سكرك يكون من 120 ل 140 صايم اوكي مش هنزود عن كده اللي بعد الاكل من 140 ل 160 مش هزود عن كده يبقى الارقام دي انا هكتبها لك ضغطك لازم يكون 130 على 80 اقل الكوليسترول بتاعك لازم يكون 200 الباد كوليسترول لازم يكون 100 الارقام دي انا هديها لك اهو وبكتبها لك من اول قاعده معاك اوكي لكن انا مش معاك في البيت، مين اللي انت مين اللي في البيت انت، اوكي؟ وانت عندك مريض واحد انا عندي 1000 مريض، اوكي؟ فحاول بقدر انت تساعدني انك انت تكتب الارقام اللي انت بتشوفها، ليه؟ لانك لو انت في البيت ماشي على سكرك 300، اوكي؟ يبقى انا في في حاجة, حاجه لازم انا اعملها كطبيب، اعرف ازاي ان سكرك 300 في البيت، اوكي؟ ولو انت ما جيتيش ورحتي للدكتور بتاعك، يعرف ازاي الطبيب انك انت عندك سكرك 300 اوكي؟ لازم انت ترفعي سماعه التليفون تقول للدكتور بتاعك انا سكري 300 اوكي؟ ده ماشي الاسبوعين الثلاثة اللي فاتوا دول 300، آه لازم نتصرف، لازم نعمل حاجه اوكي؟ لازم نزود الدواء، لازم نبتدي على دواء تاني، لازم نعمل اي حاجه، لان انا عارف البارامتر اللي انا عطيتها لك دي ارقام عاليه خالص، انا قلت لك من 120 ل 140، دلوقتي 300، يبقى في حاجه غلط حصلت لما انا اكلت كتير لما انا قللت من الحركه بتاعتي لان الدواء مش شغال واحيانا في بعض الاوقات الدواء ما يشتغلش يبقى انا لازم كطبيب ازود دواء تاني اديكي دواء تاني اديكي حاجه تاني يمكن الدواء ده مش ماشي على جسمك اوكي لو انا ايديا بتنمل زي ما انا قلت الاول اوكي ده معناه ان اعصابي ابتدت تتعب ده معناه ان سكري عالي معناه يعني ان لو مش مستحمل مش الابره ان انا اشك الابره اوكي ده معناه ان انا سكري عالي اوكي ده فلاج اوكي I need to جو ماي دكتور محتاج ان انا اروح للدكتور بتاعي محتاج ان انا اقول له ان انا مش قادر اقيس اوكي يعمل لي تحليل الدم يعني يعمل لي الهيموجلوبين السكري يعرف السكر اخباره ايه لكن لازم تساعديني وتحاولي بقدر الامكان تعرفي سكرك في البيت ايه علشان نتعاون انا وانتي أنا كطبيب وأنت كمريضة أوكي من غيرك ما أعرفش أشتغل ومن غيري ما تقدريش تشتغلي فلازم أشوف الأرقام في البيت شكلها إيه دلوقتي بيطلعوا إبر ظريفة جدا وخفيفة خالص أوكي ما بتحسيش بيها أوكي الشكة بتاعتها فيري لايت يعني كل شوية بنتقدم في صنع الإبر دي أوكي مش بتعمل ألم زي الألم بتاع زمان حاجة خفيفة خالص وتعمليها على جنب الصباع ما تعمليهاش في طرف الصباع لما تعمليها على جنب الصباع عامه الالم بيبقى اقل شويه اوكي وانا عايز نقطه دم مش عايز كتير دلوقتي بيعملوا جهاز انك انت تحطيه في صباعك وتقدري تقري السكر من غير شكه يعني بيقولوا مش دقيق قوي لكن في جهاز في السوق زي كده كان انا بحطه في الصباع يقيس لي السكر كام لكن طبعا احيانا بيقولوا ان النيل بولش اللي هو المونيكير اللي احنا بنحطه في النيلز بيغير مش بيديني أكوريت ريد فلكن الشكة دلوقتي الابر خفيفه دوري على ابره تكون خفيفه عليكي اعمليها على الجنب ممكن؟ لازم تساعديني ما اقدرش استغنى استغنى عن مساعدتك ليا انك تعرفيني سكرك كم في البيت لاني على اساس التعريف ده انا هقدر اظبط الدواء بتاعي وهقدر اظبط لك السكر عشان نقدر نخلي ما فيش اي مشكله تحصل من مرض السكر بتاعك حضرتك بتاكد جدا على قياس السكر وده شكرا ان هي اثارت هذا الموضوع ده للكل حتى لا نفاجئ بسكر عالي وهنتكلم عن مضاعفات ارتفاع السكر المفاجئ خلينا ناخد اتصال اخر اهلا وسهلا اختي نانسي اختي نانسي اهلا مرحبا بك يا حبيبتي اهلا بيكي مشكور رب من أجل البرنامج الجميل ده الله يبارككم ويبارك حبيبتي عندي سؤالين بخصوص المريض السكر لو اتبرع بالدم بتاعه ينقل السكر بتاعه للي هياخد الدم بتاعه سؤال مهم سؤال تاني السؤال التاني هل مريض السكر يقدر يتبرع لحد تاني بالدم بتاعه ولو تبرع كده معناه انه بينقله السكر مع لا لا يا فندم مفيش مشكله مفيش مشكله لمريض السكر انه يتبرع بالدم لان السكر بيتحرق الانسان الطبيعي بيحرق السكر الزياده فلو انا اعطيت دم فيه سكر زياده الانسان الطبيعي اللي انا هديله الدم يقدر يحرق السكر الزياده مفيش مشكله تبرع بالدم وربنا يكون معاكي yeah. السؤال الثاني شكرا شكرا لسؤالك حبيبتي اخي فوزي اهلا وسهلا بك سلام المسيح معكم ومع ومعك ايضا شكراً اتفضل شكرا جزيلا لقناه الكرمة وللدكتور فضل الدكتور يوسف اللي بيتكلم الان السؤال الاول يقال أن المدخنين اكثر عرضه للاصابه بمرض السكري وهل السبب هو النيكوتين الموجود في الدم بسبب الاصابه في مرض السكري هل يعني له اثر والسؤال الثاني البدناء اكثر عرضه للاصابه بمرض السكري من المعتدلين في الوزن فهل السبب هو الكوليسترول وشكرا جزيلا لكم شكرا لك اخي فوزي تفضل يا دكتور هل المدخنين يكون يجيب السكر التدخين ما يجيبش السكر الحقيقه المدخنين يعني التدخين بنفسه ما يجيب ما جيبش سكر لكن الناس المدخنين ممكن سكرهم يزيد في الوزن ام السكر يزيد في النسبه بسبب النيكوتين طبعا النيكوتين ممكن يعلي السكر شويه لكن ما يجيبش سكر لان انا كانسان طبيعي قادر على حرق السكر الزيادة يعني أنا لما أكل حتة شوكولاتة أنا إنسان طبيعي ما جينيش سكر لأن أنا قادر أن أنا أقدر أحرق السكر الزيادة الموجود لكن المشكلة في السكر بيزود المشكلة في القلب حوالي 25-30% لما أنا يكون عندي تدخين يبقى أنا بزود مشكلة القلب من 25-30% ل 50% فيعمل لي more risk factors مشكله اكثر ان هو يحصل لي اصابه بتصلب الشرايين وبمشاكل القلب يبقى السكر يزود لي تصلب الشرايين والتدخين يزود لي تصلب الشرايين طبعا احنا بننصح الناس اللي عندهم سكر ما يدخنوش نو، no. okay. يعني التدخين ممنوع للناس اللي عندهم سكر، لان انا كده بزود العرضة ان هم يجي لهم مرض القلب 50%، الحاجة الثانية هل الناس اللي عندهم كوليسترول عالي يجيلهم سكر؟ احنا بنقول ان السكر بيتنقل بنفس الجينات تقريبا للكوليسترول، السكر ما يجيبش الكوليسترول ما جيبش سكر. لكن الناس اللي عندهم سكر غالبا يكون عندهم كوليسترول. يبقى لو انا عندي كوليسترول بس عالي اوكي يبقى ممكن يكون كوليسترول عالي من غير سكر اوكي لكن لو انا عندي سكر في احتمال كبير يكون عندي كوليسترول عالي الناس التخان الناس لهم. التخان في الوزن طبعا عندهم خطوره ان هم يجيلهم الاثنين مع بعض اوكي اللي هم يجيلهم السكر ويجيلهم الكوليسترول العالي شكرا لاتصال حضرتك اخي فوزي احبائي بنخرج لفاصل قصير ونرجع مع بعض لاستكمال ما بدانا وجديد في علاج السكر مهما كان اسم المرض مهما زاد الاحتياج مهما كان رأي الأطباء مهما قالوا ما فيش علاج حتى لو زادت ألام حتى لو ري الابرس بلمسه وبحنانك بتداوي مرة تاني برحب بحضراتكم معانا لاستكمال هذا الموضوع الخاص بمرض السكر دكتور يوسف مرة تاني برحب بيك أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا بحضرتك يا مدام خلينا دكتور نتنقل لمرحلة تاني حتى المشاهد يعرف زي ما حضرتك قلت لي في الفاصل إيه اللي بيحصل في الجسم وإزاي بيتم عملية هضم السكر يعني الحقيقة دي يعني أنا زي ما أنا قلت في الأ... في القعدة الأولانية لما بكتشف إن الإنسان عنده سكر أو المريض عنده سكر بعد معاه أفهمه إيه هو السكر بالظبط وإيه اللي بيحصل في الجسم مع الهضم لأن العيان لازم يفهم الموضوع ده كي. لأن لو فهم هيسهل عليا أنا العلاج لما أنا باكل قطعة من الكيك مثلا فيها كمية سكر ايه اللي بيحصل؟ طبعا الاول بمدخها ففي في المضغ ده بيبقى فيه اللعاب، اللعاب بيكسر كميه السكر الكبيره دي لاجزاء سكر صغيره، اوكي؟ لغايه ما تنتهي العمليه في الامعاء لحاجه اسمها مونو اند بعد كده شويه انزيمات يدخلوا ويكسروها الشجر اوكي؟ يبقى فيه السكر، الشجر ده يمتص في الدم. اول ما يمتص في الدم يبتدي يزيد. اول ما يزيد يروح على البنكرياس يبقى العضو الاساسي لهضم السكر هو البنكرياس البنكرياس يفرز هرمون اسمه الانسولين اوكي فكميه السكر اللي بتتفرز يروح البنكرياس يفرز كميه انسولين انسولين يروح واخد السكر ويروح على خلايا الجسم يدخل السكر في خلايا الجسم علشان الجسم في جوه الخليه عن طريق الميتوكوندريا يبتدي يحرق السكر ل ADT دي اللي هو السعرات الحراريه اللي احنا بنقول عليها السعرات الحراريه <applause> يبقى اصل السكر بيروح عشان يديني سعرات حراريه لو انا بستعمل 2000 سعره حراريه اوكي يبقى عايز كميه سكر في اليوم توازي 2000 سعره حراريه طب انا لو خدت 4000 سعره حراريه ايه اللي يحصل؟ يبقى السكر يزيد اكتر، يبقى البنكرياس بيتفرز اكتر، يبتدي الخلايا تاخد كمية السكر اللي هي عايزاها بعد كده يجي باقي السكر يروح على الكبد بتاعنا الكبد بتاعنا عباره عن المصنع بياخد الكلام ده ويصنعه ويخليه في صوره حاجه اسمها جلايكوجين اوكي او في حاجه بعد كده يدخلها على الاديبوز تيشو اللي هم الفات يبقى بيحول الفات علشان يبقى كميه كبيره من السكر الزياده اللي احنا بندخلها بتروح فين؟ بتتحول لفات اوكي تتحول لدهون ثلاثيه تحول لترايجلايسترايز عشان كده مريض السكر اللي سكره عالي اول حاجه تعلى فيها الترايجلايسترايز يعني نعمل تحليل سكر نلاقي السكر الصايم 200 والترايجلايسترايز 1000 المفروض تكون 150 والسكر الصايم المفروض يكون 120 جت من فين الدهون الثلاثيه جت من تحويل الكبد لكميه السكر الزياده ليه الجسم بيغا بيحول السكر لدهون لان الدهون اللي الجسم بيستغلها في حاله الاستارفيشنز في حاله الصيام يبقى انا لما اصوم يعني عايز اكسر الدهون دي لسكر لان انا مش هاكل هصوم يروح الك... يطلع بعد كده لما السكر يبتدي يقل شويه البنكرياس برضه يفرز هرمون تاني اسمه الجلوكاجون الجلوكاجون يكسر الجلايكوجين ويديني سكر من الأديبوستيش من اللي هم كميه الدهون دي يبقى في حاله الاستارفيشنز برضو البنكرياس العضو المهم ده يديني هرمون علشان خاطر يكسر لي كميه الفات الموجوده علشان يحول لي الفات ده لسكر يبقى السكر اصل الطاقه اللي هو السعرات الحراريه لو انا خدت بالظبط على الكميه اللي انا عايزها يبقى السكر الداخل زي اللي طالع لو سكر زياده شويه الجسم يحوله لدهون ودهون ثلاثيه تبتدي تتجمع في البطن وتتجمع في الكبد وتتجمع في العضلات علشان الانسان يستغلها في حالات الاسترفيشن او في حالات الصيام علشان ياخد الطاقه بتاعته وبما ان احنا مش بنصوم <applause> وبما ان احنا بناكل كميات اكل كتير فغالبا الجسم مش بيستغل الحاجات دي وتقعد اوكي علشان كده بنقول بحاول بقدر الامكان نتحكم في السعرات الحراريه اللي داخله قبل ما ناخد كميه سعرات حراريه كتيره الجسم مش قادر يوديها فين مش عارف يوديها فين فالهرمونات الهرمونين المهمين جدا هو هرمون الانسولين اوكي وبعد كده الهرمون بتاع الجلوكاجون وهما الاثنين بيتفرزوا من العضو اللي هو اسمه البنكرياس لكن في هرمونات تانية في الجسم بتساعد شوية على موضوع تكسير السكر برضو وتكسير الفات للسكر اللي هم زي مثلا الجروث اللي هو هرمون النمو زي الكورتيزول اللي بيتفرز من الغده فوق الكلويه زي الابنفرين اللي بيتفرز من الغده فوق الكلويه فكل دي هرمات مساعده بس مش هي الاساسيه لكن بتزود السكر في الجسم عشان كده الناس اللي بياخدوا بريدنيزون سكرهم يعلى ليه سكرهم بيعلى لان البريدنيزون زي الكورتيزول زي اللي بيتفرز من الادرينال جلاند يزود كميه السكر في الدم هم دول الحاجتين الاساسيين اللي لو العيان فهمهم هنعرف بعد كده الادويه ازاي بتشتغل وإزاي إن إحنا نعا... نعمل كنترول للسكر، إحنا بنقول إن السكر ملهوش علاج. إحنا دايماً بقول للعيان إت إز نوت تريتابل، يعني أنا مش ها... مش هكيورت أنا مش هقدر إن أنا أخلي لك السكر ده يروح في يوم من الأيام، لكن أعمل له كنترول أو الكنترولد، ودي من الأمراض اللي هي كنترولبل، ودي حاجة مهمة جداً لازم أنا برضه أستريس، لأن أحياناً العيان يقول لك أنا كان عندي سكر زمان، ودلوقتي حصل إيه؟ أنا كويس. طب إيه اللي حصل؟ إيه أنا بطلت دواء، بطلت دواء ليه؟ لان حاسس ان انا كويس اوكي طب السكر راح الدكتور قالك ان السكر بتاعك راح يقول لا ما قاليش بس انا حاسس كويس لا هو السكر there is no cure for diabetes احنا مش هن... مش هنخلي لك السكر يروح يبقى احنا نقول لا طب انا سكري كان عالي بس انا خليت بالي من اكلي وقللته بس عن طريق الاكل والرياضه سكري كان عالي بس انا خسيت والحمد لله بقيت كويس يبقى في سبب ان السكر بتاعي قل لكن ما ينفعش لك انك تبطل دواء السكر على طول يبقى الهرمونين الاساسيين للسكر اللي هم الانسولين اللي بتفرز من البنكرياس والجلوكاجون اللي بتفرز من البنكرياس الانسولين بيساعد على حرق السكر الجلوكاجون بيساعد على زيادة السكر من الكبد ومن الخلايا بتاعه العضلات والفات آه الانسولين بياخد السكر ويدخل الخليه الجلوكاجون بياخد السكر ويطلع من الخليه على الدم وبكده اعتقد بقت الصوره واضحه ايه اللي بيحصل ومبسوطه قوي ان حضرتك بدات بانه الجسم بيحتاج الى سعرات حراريه معينه اكتر من كده انا بجهد كل الاجهزه اللي بتقدر تساعدني تمام. وهنتكلم في الاخر انا عارفه ان حضرتك هتقدم بعض النصائح ايه السعرات الحراريه اللي انا لا اتجاوزها وانا عارفه ان حضرتك ذكرتها بس نحب ناكد عليها تسمح لي اخذ بعض الاتصالات تمام آه معانا اتصال من اخي بدر اهلا وسهلا بيك الو مساء الخير مساء النور اخي بدر اهلا بك كل سنة كل سنه وانتم سالمين وانا احييكي ست مربد على هذا البرنامج الرائع اللي له فائده روحيه وفائده آه، معنويه لكل آه، الاسره اهلا بك اخي بدر ربنا يبارك كما الضيف الكريم الدكتور يوسف اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم صراحه انا يعني آه، آه، يعني قبل حوالي اكثر من عشرة ايام والدي تعرض الى نوبه من انخفاض في السكر وليس ارتفاع في السكر هذا الانخفاض صراحه بيأثر على حالته الصحيه العامه يعني يصير عنده اغماء يصير عنده تعرق شديد وايضا تشنجات في الجسم وصراحة كان عنده واحده من الحقن الطبيب اللي وصفه له علشان هذه الحكمه هي في موضوع الالتهاب ايضا قدمه صار عنده تصلب الشرايين في القدم والدكتور قرر بتر احدى رجليه او قدميه في خلال هذه الايام، انا سؤالي هو ما هو سبب انخفاض في نسبه السكر في الدم؟ وكيف ممكن معالجته سواء كان في البيت او في المستشفى؟ والسؤال الثاني هو بالنسبه لبتر احد اطرافه آه ما هو تاثير بتر آه قدمي آه خاصه وهو يعاني من موضوع السكر السكر انا اشكركم جزيل الشكر ودمتم بخير انا عندي سؤال يا اخي بدر الله يخليك هو هو مريض سكر بابا مريض سكر؟ انا صراحه يعني اكتشفت مؤخرا انه السكر نسبه السكر عنده آه تنخفض الى آه اقل من المعدل الطبيعي آه وبالتالي يقوم آه يصير عنده نوبة إغماء شديدة آه. تشنج في العضلات تشنج في الجسم يعني من الرأس إلى القدم ده. وأيضا يكون عنده تعرق شديد وعديم الشهية يعني آه. آه. ما عنده الشهية آه. لكن هو مش بياخذ مش بياخذ علاج للسكر هو آه يعني بياخذ حاليا وهو آه قبل يومين ثلاثة كان بالإنعاش صار عنده هبوط في السكر وصار عنده العلامات الظاهره على جسمه، انا صراحه يعني قلق من هذا الموضوع لكن نشكر ربنا انه وصل له الوالد وهلا هو يعني استقر من الناحيه موضوع السكر لكن عنده موضوع القدم، ما هو تاثير بتر القدم في حالته الصحيه؟ وهو ايضا يعني مثل ما قلت مسبقا انه عنده خفض بالسكر، هل له تاثير؟ في هذا الجانب طبعا احنا احنا ما نحبش الناس الكبار في السن يحصل لهم هبوط في السكر لان السكر ده مهم للقلب فبيقولوا الناس اللي بيحصل لهم هبوط في السكر ممكن يحصل لهم مشاكل في القلب اكثر من الناس الطبيعيين اوكي الحاجه الاولانيه احنا لازم نسالها ايه هو سبب هبوط السكر اوكي في طبعا اكتر من حاجه ممكن ممكن يكون واحده من الادويه اللي هو بياخدها بتاثر عليه بتخلي السكر يهبط دي اول حاجه تاني حاجه ممكن تكون الشهيه بتاعته مش كويسه فمش بياكل كويس اوكي والناس اللي هم عن الناس الكبار في السن بالذات لما ما ياكلوش كويس يبقى كميه الانسولين بتاعتهم تكتر اكتر اوكي فبالتالي السكر يتحرق اكتر فيحصل لهم مشكله في انخفاض للسكر في ناس بيحصل لهم مشكله في البنك البنكرياس نفسه ان هو يفرز كميه انسولين اكتر من اللازم يبقى مثلا في ورم صغير بيفرز كميه انسولين اكتر من اللازم فانا لازم كطبيب اعرف ايه السبب الاساسي اللي بينزل السكر هل في دواء من الادويه اللي بتنزله هل هو مش بياكل كويس او في مشكله في البنكرياس نفسه فاول تحليل انا اعمله اعمل حاجه اسمها الانسولين ليفل كان انا اقيس كميه الانسولين في الدم علشان اعرف نسبه الانسولين في الدم كميتها كام لو هي عاليه يبقى لازم اعمل اشعه تلفزيونيه على البنكرياس او اشعه مقطعيه على البنكرياس عشان اتاكد ان البنكرياس ما فيهوش ورم بيفرز كميه انسولين اكتر لازم اكله كويس لازم لو حصلت الموضوع ده يستحسن في الناس الكبار بالذات ان انا اقسم الوجبات بتاعته اديله شويه سكر كل شويه يعني بدل ما ياكل ثلاث وجبات كتيره ياخد خمس وجبات كتيره لازم تكون في حاجه اسمها شجر بيلز في حبابي سكر يعني احنا كنا زمان نقول خد بسرعه كوبايه عصير حته شوكولاته لكن دلوقتي في حبابي للسكر اوكي في حاجه اسمها شوجر بيلز بتروح تجيب تشتريها من الصيدليه بحيث ان لما سكر يوطى تديله حبايه من دول على طول دول فيهم سكر مركز ممكن بسرعه يمتصوا وبسرعه الجسم يحولهم لسكر اوكي تشتريهم من على الكاونتر مع الشلف موجودين في كل الصيدليات اسمهم شوجر بيلز فاول حاجه اعملها ان انا اسال الطبيب ان هو يتاكد ان مفيش حاجه بتتاثر من الادوية بتاعته تقللها أقسم له الوجبات بتاعته الخمس وجبات أخلي فيه شجر بيلز في البيت على طول بصفة مستمر على موضوع الباتري ده طبعا الموضوع ب... ال... احنا بنبتر الجزء اللي هو مش واصل له دم كويس للجسم يعني مثلا لو انا الدم مش واصل لاطرافي فيبتدي يحصل حاجه اسمها جانجرينس يعني يبتدي غرينا. يحصل غرغرينه اوكي فلما يحصل غرغرينه حاجه من الاثنين لما اعالجها بالمضاد الحيوي اوكي وساعتها المضاد الحيوي مش هيوصل للاطراف دي لان انا ما عنديش شريان كويس يوصل يعني انا عشان ادي المريض علاج لازم يبقى فيه شريان ينقل العلاج دلوقتي انا ما عنديش شريان يوصل للعلاج اوكي فيبقى بدل ما الانفكشن ده بدل ما الالتهاب يزيد ويوصل للدم ويعمل لي حاجه اسمها سيبتيزيميا والعيان ده يدخل في مشكله واخد بالك اروح ابتر الجزء ده واقطعه علشان خاطر الجسم ما يحصلوش التهاب في كل جسمه يبقى احسن لي ان انا افقد العضو الصغير ده احسن ما الالتهاب يوصل في الدم بتاعي وساعتها يدخلني في مشكله اكتر من ان انا اقدر احكمها كون ان هو يتاثر من الموضوع ده لا ما يتاثرش لكن كطبيب شاطر اعرف انا بقى ايه ايه السبب اللي حصل له الموضوع ده ليه انا بطرت ليه حصلت له تصلب الشرايين ليه الدم مش وصل للطرف ده هل هو مدخن ولا مش مدخن هول هل الكوليسترول بتاعه عالي ولا مش عالي ليه الشرايين بتاعته باظت اوكي ايه المشكله بالظبط اوكي عشان ما تحصلش في الرجل الثانيه عشان ما تحصلش في اي طرف تاني اوكي يبقى انا كطبيب احاول بقدر الامكان اتجنب ان الموضوع ده يحصل في اطراف تانية. يبقى اعرف السبب الرئيسي اللي حصل لتصلب الشريان، يبقى الكوليسترول بتاعه لازم يواطي يكون واطي خالص، لو هو مدخن يبطل تدخين، اوكي؟ لو هو في اي مشكله في عملت له الشرايين دي هحاول كطبيب ان انا اتفاداها علشان خاطر الناحيه الثانيه ما تبص. ممكن ادي له دم أدي له ادويه تعمل سيوله في الدم شويه زي اسبرين زي البلافكس، اوكي؟ الحاجات دي تعمل سيوله شويه بحيث ان المشكله اللي حصلت في الرجل دي ما تحصلش في الرجل الثانيه وتخليني أ اضطر إن أنا أبتر أي عضو تاني من الأطراف التانية طيب هل في آثار جانبية بعد البتر هل حاجة لازم يكونوا بينتبهوا ليها؟ مفيش اعراض جانبيه بعد البتر، بعد البتر انا من العضو اللي هو مش واصل له الدم ده، خلاص اتخلصت من الجزء ده اللي هو الملتهب، خلاص مفيش اي مشكله، المهم ان الجرح بيكون بيلتئم كويس، اوكي؟ الجرح اللي انا عملته يكون واصل له دم وبيلتئم كويس ومقفول، لان لو الشريان برده مش وص... مش واصل للحته اللي انا بترتها دي ممكن ما ت... ما تقفلش كويس، اوكي؟ وتعمل لي مشكله، يبقى الحاجه الاساسيه لازم اتاكد ان الشريان اللي هو بعد الحته اللي انا بترتها بعد فيها الشريان شغال كويس yeah. وفي دم علشان الدم هو الاساس في ان الجزء ده يلتئم اوكي okay. no. لو ما كويس يدخلنا هنا في مشاكل الحاجه اللي اهم من كده ان نعرف السبب اللي حصل التصلب الشريان بسببه وان انا اتفاداه علشان ما حصلش في حته تاني مع التشجيع بقى ومعالجه العامل النفسي بالنسبه لل... لل يعني للحاله طبعاً او للمريض طبعا يعني. احنا طبعا بنعمل بنعمل دلوقتي اللي هو البروسيسز كان احنا ممكن بنعمل رجل صناعيه ثاني ونخليه يمشي ثاني عليهم وعندنا عيانين بيمشوا زي الفل بيها يعني ما فيش اي مشاكل شكرا لاتصالك اخي بدر هنستمر نصلي وامين ان الرب هيكون فعلا بيتراءى للوالد ومهما كان في امور نفسيه لكن الرب عنده العلاج السلام الوحيد اللي يقدر يملا قلبه وقلبكم كمان كلكم كاسره مره تاني شكرا لاتصالك هنستمر نصلي من اجل الوالد معانا اتصال من اختي ايفون سامحيني سمحين يا اخت ايفون على الانتظار على الخط سامحيني من فضلك اتفضلي مساء الخير انا ايفون اهلا بيكي اهلا بيكي يعني الحقيقه أنا سو هابي هذا ذيس بروجرام وعايزه اكلم الدكتور يوسف في سؤال واحد بس تفضل اهلا وسهلا حبيبي اهلا بيك يا دكتور اهلا بيكي. انا انا اسمي ايفون وعندي طبعا سكر من انا كنت تقريبا 65 سنه انا الان أه 83 لكن المشكله الوحيده اللي عندي هو مظبط لكن طبعا انوروبسي You think there is I can do something about it or no? انا ما سمعتش يا مدام ايفون المشكله الوحيده ايه؟ ايه المشكله الوحيده اختي ايفون؟ يعني انا عندي نيروباثي، النيروباثي في <applause> الرجلين اه نيروباثي انا نيروباثي اه اوكي في رجليها اه 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 آه طبعًا لأ لو طبعًا النيوروباثي بيجي في الناس العيانين اللي عندهم سكر فترة طويلة أوكي وإحنا عندنا علاجات جديدة دلوقتي للنيوروباثي طبعًا اه في حاجة اسمها نيورانتين أو بنتين في حاجة اسمها ليريكا ممكن حاجة اسمها أميتريبتيلين في أدوية كتيرة خالص للنيوروباثي وممكن نقدر نظبط النيوروباثي فيتامين بي كومبلكس أز ويل أوكي لما تاخدي فيتامين بي مركب أحيانًا بيقلل الألم شوية ويقلل الحرقان شوية اللي في الرجلين طبعا الدكتور بتاعك يظبط الأدوية بتاعتك وفي علاج ممكن يدهولك طبعا شكرا لاتصالك أختي ايفون دكتور أنا يعني الأخ بدر أثار موضوع أنا بعتبره في غاية من الأهمية لكن كمان في غاية من الخطورة وهو الهبوط هبوط السكر اللي بيحصل لكن خليني أقول إزاي النهاردة المريض يعرف أنه بيعاني من حالة هبوط في السكر قبل ما يوصل للمراحل المتأخرة اللي يعني إحنا بنحكي في صدادها دلوقتي تفضل. الهبوط في السكر الحقيقه ده برضه واحده من العلامات يمكن احنا ما قلناهاش لكن واحده من العلامات المهمه اللي احيانا تقول لنا ان المريض ده بعد شويه يجي سكر، اوكي؟ <تصفيق> <تصفيق> يعني هي في فتره من الـ من من, من الوقت قبل ما يجي السكر الانسان يدخل في حاجه اسمها هايبر انسولينيميا، الناس اللي هم زياده <applause> في الوزن بالذات. يعني ايه هايبر انسولينيميا؟ يعني البنكرياس بيفرز كميه انسولين اكتر من اللازم اوكي فيعمل لي هبوط في السكر اوكي ففي ناس كتيرة خالص اسمعهم اللي حصل لي هبوط في السكر اوكي الهبوط في السكر اعراضه ان الانسان بيعرق اوكي يحس ان هو شيكي وان هو خلاص هيغمى عليه حاله هبوط اه حاله هبوط اوكي يحس انه بيترعش اوكي okay. <applause> ويعرق جامد okay. اوكي او يبقى عارف المريض انا عندي هبوط في السكر بسرعه عايز اخد حاجه حلوه اوكي okay. اول ما نديله كوبايه عصير او نديله حته شوكولاته او زي ما انا قلت ان في حاجه اسمها جلوكوز بيلز اوكي okay. حبوب <applause> حبوب للجلوكوز <applause> الاساس في الحاجه زي كده نعرف السبب ايه طبعا الحقيقه لان انا ممكن الحاجه دي تبقى متكرره 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 انا مش عارف اوكي okay. <applause> طبعا ممكن يكون السكر لو انا مريض سكر اصلا وباخد علاج وما اكلي ممكن يحصل لي هبوط في السكر يعني في ناس كتيره خالص ياخدوا الدواء الصبح ويتشغلوا ما يفطروش على السحب 11 يحصل لهم هبوط سكر اوكي يبقى انا لو مريض باخد الدواء يبقى لو العامل الاساسي هو دواء يبقى انا لازم اظبط بين الدواء وبين الاكل بتاعي يبقى مريض السكر احنا بننصحه انه هو ياكل خمس وجبات في اليوم مش ياكل ثلاث وجبات كبار خمس وجبات صغيرين ولازم ياخد الدواء قبل الاكل او بعد الاكل زي ما الدكتور بيقول في ادويه بتتاخد قبل الاكل وفي ادويه بتتاخد بعد الاكل يبقى لو انا زبطت بين الاكل وبين الادويه دي ما تحصلش Okay. لكن الناس اللي هم قبل ما نعرف ان هم عندهم سكر اوكي okay. اللي هم عندهم حاجه اسمها هايبر انسولينيميا يكونوا زياده في الوزن يحصل لهم هبوط ممكن الطبيب يعرف الموضوع ده ان هو يقيس كميه الانسولين في الدم اوكي okay. يبقى عشان انا يحصل لي هبوط يبقى لازم كميه الانسولين بتبقى اكتر يبقى كميه الانسولين في الجسم اكتر من المعدل الطبيعي وده تحليل دم بسيط جدا حاجه اسمها انسولين يعني كميه الانسولين في الدم سحب دم ابعته المعمل يقول لي بالظبط كميه الانسولين كبيره كام لو هي كبيره يبقى نعرف السبب من البنكرياس وما فيش مانع ان انا اعمل اشعه تلفزيونيه او اشعه مقطعه البنكرياس عشان اتاكد ان ما فيش حاجه بتفرز انسولين في الجسم زياده لكن لو هي المشكله في موضوع الزياده في الوزن والهايبر انسولينيما دي محتاجه توضيب الاكل ايه توضيب الاكل ان انا ازود من البروتين ان انا اقلل من الكربوهيدرات اللي هم النشويات ان انا اكل وجبات صغيره كل 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 كام ساعه يعني بدل ما ثلاث وجبات كبار اكل خمس وجبات كبار والناس دول اللي هم بيجيلهم السكر يقول لك انا اكلت أكل اول ما اكل حته كيكه يحصل لي هبوط الفط... بعديها بساعه او اثنين اوكي اللي بيحصل ان انا بخلي الجسم يروح يفرز كميه سكر كثيره ومع عشان البنكرياس بتاعي هايبر سنسيتيف اوكي وبيفرز كميه انسولين أكتر بدل ما يفرز لي معدل معين من الانسولين يفرز معدلين من الانسولين يبقى كميه الانسولين تزيد يزيد يبقى السكر يتحرق بسرعه يحصل لي هايبوجليسيميا، يبقى الاول يحصل هايبرجليسيميا وبعد كده ينزل لهايبوجليسيميا، لازم اهتم بالموضوع ده خالص، لو انا مريض للسكر يبقى لازم اظبط بين الاكل وبين الادويه اللي انا باخدها، لو انا مش مريض للسكر لازم اخس، اخلي بالي من اكلي، اقلل من النشويات والحلويات والبقلافات والكنافات والصودا، احاول بقدر الامكان اكل بروتين، زي فراخ وسمك وتركي وبتاع ده و و يعني اللي هي الخضار خدار. والسلطه ممكن، واكل وجبات صغيره على مدار اليوم مش وجبات كبيره هبوط السكر امر خطير وليس بسهل ومش ابدا معناه ان انا ما عنديش سكر، لا بالعكس م. ده يمكن يسبق اصابتي بالسكر تمام. لكن زي ما حضرتك شاورت كمان انه يجب اني اخذ الحيطه واتعامل معاه ليه بيحصل كده؟ ليه م. الهبوط المتكرر؟ ليه انا بعاني من هذا الامر؟ مش مجرد حاله واتعامل معاها بشيء من السكريات وبينتهي الامر لكن لازم اتدارك اللي بيحصل وليه الهبوط المتكرر اسمح لي اخد اتصال تمام. اختي منيره اهلا وسهلا بيكي ايوه مساء الخير مساء النور حبيبتي اهلا بيكي اهلا يا اخت ميره اهلا بالدكتور اتفضل يا حبيبتي انا مريضه سكر وانا عندي 73 سنه يعني مش صغيره أه بس بعاني بقى من يعني أطراشي صوابع ايدي مش بعرف يعني لو تنيتهم يعلقوا ما بعرفش افردهم فانا مش عارفه هل ده مثلا من السكر أه دكتور. لا لما لما الاطراف بتاعتي تتعلق ما اقدرش افردها ده بيبقى خشونه في المفصل مش من السكر الحقيقه واخده بالك يبقى المف... العظمتين راكبين على بعض يبقى دي حاجة بسيطة ممكن دكتورك يبعتك لدكتور بتاع ايدين يديكي حقنة بسيطة في المفصل ده العملية تفك شوية السكر يعمل التهاب في الأعصاب يعمل تنميلة يعمل حرقان يعمل يقول لك اه اه ستيك اند نيدلز سنسيشن أه. يعني زي الابر كده يقول لك انا اطرافي بتشكشك زي سكش. الابر آه لكن ما يعملش ان المفصل الـ الـ الناس اللي هم المفصل بتاعهم يركب ما تقدرش تفرد صباحها ده معناها ان العضمية دي بين العظمتين الاثنين بيركبوا على بعض اوكي أه. ففي ناس كتير يقول لك انا صباعي بيبقى كده وبحاول افرده مش قادر اوكي <applause> <applause> فلما يقول انا مش قادر افرده معناه ان العظمتين دول اللي هم في المفصل دول راكبين على بعض اوكي ده خشونه في المفصل ده عشان العمر اوكي ده ملوش دعوه بالسكر خالص اوكي لكن الاطراف مش حاسس بيهم اوكي كل ما المس حاجه مش حاسس بيها اوكي هو ده السكر هو ده الاطراف المنمله اللي انا مش قادر حاسس بيها او حرقاني حرقان يقول لك رجليا بتحرق لي زي النار في الليل مش قادر انام منها او نيدلز نيدلز يقول لك زي الابر بتشكشك زي الابر شكرا لسؤالك اختي منيره معنا اتصال من اخي سالم اهلا بيك الو اهلا بيك تفضل سلام المسيح معكم ومعك ايضا عندي سؤالين بالنسبه لأم ام اولادي اللي عندها مشكله بالسكر لانه بتتحركش كثير فبيحصل معها زياده بالسكر وبيأثر على عيونها مرات وهي نايمة بتقعد متضايقة من, من شوية مع إنه رحنا عند دكتور العيون فيظهر زيارة ثانية لابد منها بس السؤال الثاني بالنسبة لأخ إلي بالنسبة لعيونه سحبوا دم من عيونه لعنده سكر كمان فقالوا له ما نقدرش نعمل ليزر الا بسحب الدم من العين فاذا في حلول اخرى الدكتور يوسف يتشرف خبرنا بالنسبه لزوجته وبالنسبه لاخي اوكي تفضل دكتور طبعا بالنسبة لازم لازم نحل مشكلة السكر لأن واحدة من الأعراض الجانبية بتاعت السكر أنه بأثر على الشبكية بيعمل حاجه اسمها الريتينوباثي او التهاب في الشبكيه مش بس كده لكن بيعمل حاجه اسمها نيو يعني يبتدي تبتدي الشبكيه تعمل شرايين جديده ما كانتش الاول فبالتالي دي بتاثر على النظر وبتخلي النظر يضعف علشان نمنع الموضوع ده من الاول لازم نقلل من السكر احنا بنقول ان السكر بيأثر على القلب بيأثر على الاعصاب بيأثر على الكلى وبيأثر على العينين العينين يبقى من الاول من البدايه من اول ما شخص السكر يبقى انا الهدف بتاعي ان انا اتفادى المشاكل بتاعه السكر احنا بنقول عامه السكر مش بيموت الناس اوكي مش بيقتلك اوكي لكن السكر بيخليك هانديكاب يعني بيخليك بيخليك معاق اوكي اما مش قادر تشوف اما مش على غسيل كلوي او مش قادر او نبتر جزء من اعضاءك او في حاجات ب ب بنعملها علشان خاطر السكر بيحرقها فمن الاول من اول التشخيص لازم نخلي بالنا علشان الحاجات دي ما تحصلش لكن لو حصلت تخيل انها حصلت العلاج طبعا احنا لازم احنا هنا بنبعت العيانين لواحد اسمه ريتنا سبيشالست يعني واحد اخصائي شبكيه مش اي دكتور عينين يقدر يعمل حاجه زي كده لازم يكون دكتور اخصائي شبكيه لان العلاج بالليزر طبعا ممكن يكون يبوظ لنا العمليه اكتر ما ينفعنا اوكي فاحنا لازم نكون يكون واحد فاهم هو بيعمل ايه والعين مهمه في الجسم هل يا يسحب الدم او ما يسحبش؟ انا مش هقدر الحقيقه اجاوب لك على السؤال ده لان زي ما يقول الدكتور بتاع الشبكيه احنا دايما بنسمع زي ما هو عايز يعمل اوكي؟ لكن انا انصح حضرتك انك انت متوديش ما توديش مرات حضرتك للدكتور عادي بتاع عين. لازم يكون دكتور اخصائي شبكيه يبقى هو عارف هيعالج ازاي وفاهم بالظبط هو هيعمل ايه؟ السكر لازم يكون اقل من 120 كيف الصايم لازم يكون اقل من 160 بعد الاكل علشان ما يحصلش اي مشاكل في العين تاني او ما يحصلش مشكله تاني في العين اصعب من كده ودي اهم حاجه انا انصحك بيها الحقيقه شكرا لاتصالك اخي العزيز دكتور خليني ارجع اسال حضرتك يعني انا مبسوطه المشاهدين بيصيروا موضوعات يمكن فعلا يعني محتاجين نتطرق ليها فخليني اسال حضرتك عرفنا انه هبوط السكر ليه مشاكله طيب ارتفاع نسب السكر في الدم ازاي بتشوف مشاكله لكن خلينا كمان ننبر على مع يعني عايزه اقول معلومه او كلمه متعارف عليها غيبوبه السكر امتى بتحصل وازاي نتعامل معاها غيبوبه السكر ممكن تحصل في الاثنين الحقيقه فزياده السكر ممكن خصوصا مع الاطفال الصغيرين يحصل لهم حاجه اسمها دايابريك كيتو اسيدوزس ويدخلوا الكوما ممكن يدخلوا, يدخلوا لغيبوبه فالاطفال الصغيرين معرضين للغيبوبه اكثر من الكبار لكن الكبار برضه بيحصل خصوصا كبار السن لو السكر زياده عن 500 و600 اوكي ممكن قبل ما يحصل المشكله دي لازم نوديهم المستشفى لو السكر عالي خالص لازم يتعالج في المستشفى مستشفى. ما ينفعش يتعالج عند الدكتور طبيعي لازم نودي العيان لمستشفى لو م... الغيبوبه السكر اللي هو الواطي زي ما انا قلت الاول ان هو السكر الواطي احنا احنا بنتفاداه يعني قبل ما الانسان يدخل في غيبوبه يبقى عارف لان قبل ما بيدخل في غيبوبه بيدخل في الاعراض ان هو بيعرق اوكي بيحصل له رعشه اوكي يلحق بسرعه لازم الناس اللي هم على انسولين بالذات اللي هم بياخدوا دواء الانسولين لازم يكون عندهم السو... الشوجر بيلز لازم يكون عندهم اللي هم حبابي السكر لان ممكن يحصل في اي وقت يحصل لهم آآ آآ ان السكر يقل بتاعهم ولما يقل بتاعهم يبقى لازم ناخد حبايه السكر دي بسرعه لكن لو السكر زاد خالص اوكي 500 و600 احسن ان هو يروح المستشفى الحقيقه لان yeah. في الحالات اللي زي كده لازم نقلله قبل ما يدخل في غيبوبه لازم mm. نخليه 200 او اقل قبل ما يدخل في غيبوبه وبنعملها عن طريق حاجه اسمها انسولين دريبس اوكي ان احنا ندخل الانسولين بدل ما نحقنه تحت الجلد ويمتص ببطء لا ندخله في الوريد اوكي ونعمل حاجه اسمها انسولين انفيوجن اوكي ان احنا نديه زي المحاليل ندي الانسولين زي المحاليل بالظبط لازم واحد اخصائي يعمل حاجه زي كده ولازم نهتم من خصوصا الناس الكبار في السن ممكن يحصل مشاكل كثيره خالص من السكر <applause> الزياده فلازم يكون دكتور فاهم هو بيعمل ايه ولازم يبقى في رعايه مستمره 24 ما ينفعش يتعالج في البيت ما ينفعش يتعالج في عياده عاديه اوكي لازم المريض اللي زي كده لازم يروح مستشفى يبقى لو السكر عالي عالي خالص 500 و600 يبقى لازم نبعته للمستشفى رايد اوكي علشان ننزله علشان نقلل من الاعراض خصوصا لو المريض كبير في السن او اطفال صغيرين طيب لو, لو حصل ان هو لحقنا العيان في الوقت ده بالذات قبل ما يدخل في غيبوبة يبقى خلاص العملية انتهت وما فيش م -م. أي مشكلة لو دخل في غيبوبة برضو في المستشفى بنقدر نعمل ونظبطه عن طريق الانفيوجن عشان طريق الانسولين انفيوجن ونقلل الانسولين نقلل ام سوري ندخل الانسولين عن طريق الوريد نقلل السكر تدريجيا مش فجأة كي؟ لان لو نزلناه فجأة برضه ممكن يحصل مشكلة آه، يعني ممكن يحصل مشكلة فتدريجيا من 500 ل 400 300 وعلى يومين على مرحلة يومين او ثلاثة لغايه ما الانسان يريكفر، اوكي؟ ونقدر نطلعه من المستشفى. لهبوط نسب السكر في الجسم مشاكل، لكن الارتفاع نسب السكر في الجسم مشاكل، وعلى المريض زي ما حضرتك قلت عليه جزء كبير من الانتباه لبعض الامور حتى ما يوصلش للمراحل الحرجه اللي زي ما حضرتك قلت مش هنعرف نتدخل فيها إلا محتاجين يكون بيتحط 24 ساعة تحت متابعة طبية في المستشفى. تمام. آه اسمح لي آخد آخر اتصال حبايبي. سامحوني مش هقدر اخد اتصالات تاني اختي اريني اهلا وسهلا بيكي اهلا بيكي انا كان عندي استفسار الدكتور لسه كان بيتكلم على التنميله اللي في الايد انا عندي سكر بقالي سنتين دلوقتي مم. باخد ميتافورمين 400 ايوه بس بتجيني التنميله دي بطريقه صعبه جدا بالذات بالليل ايديا بتقف وما بالاطراف احيانا ما بقدرش امسك حاجه ممكن بصحى مم. من النوم يا دكتور اه اتفضلي حبيبتي اتفضلي بتصحي من النوم من الالم من أطراف ايديكي من الايد الكف كلها بحس ان النيدلز التنميله الصعبه جامد خالص يا اتفضلي دكتور طبعا زي ما انا قلت لحضرتك قبل كده ان التنميله بتيجي من السكر الكت... السكر العالي لان حاجه من الحاجات اللي بيعملها السكر بيحرق الاعصاب فيخلي التنميله دي تبقى موجوده في الاطراف اوكي علشان دي تحصل لا لازم نديكي دواء مخصوص للتنميله احنا عندنا دوائين في الماركت اوكي واحد حاجه اسمها جابابنتين او نيورانتين الحاجه الثانيه اسمها ليريكا يبقى دكتورك محتاج ان هو يكتب الحاجه زي كده اوكي الفيتامين بي كومبلكس بينفع في الموضوع ده لو احنا فشلنا في العلاج لازم نعمل حاجه اسمها نيرف كوندكشن ستادي لازم نوديك الدكتور بتاع عصبيه عشان يعمل لك مسح عصبي اوكي المسح العصبي يقول لنا انهي واحد العصب اللي متاثر بالذات وايه نوع الالتهاب اللي فيه هل يا ترى نوع الالتهاب ده من السكر ولا مش من السكر علشان ما نقولش مش عايزين كل حاجه نقول سكر 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 يبقى في حاجه ثانيه احنا مش عارفينها فاحنا عامه اللي بنعمله ان احنا بن نحاول بقدر الامكان نديك علاج في العياده ونشوف الاخبار اتحسنتي اوكي ما اتحسنتيش يبقى لازم تروحي تشوفي دكتور عصبيه لازم تروحي تشوفي دكتور مخ واعصاب عشان يعمل لك المسح الصب العصبي اللي احنا بنسميه نيرف كوندكشن ستدي اوكي عشان نعرف العصب بالظبط ايه نوعه التهابه اوكي وانهي عصب اللي هو في الايدين الملتهب فيتامين فيتامين بي كومبلكس اللي هو الفيتامين بي المركب مهم جدا للحاجات اللي زي كده حتى لو ريزد ان احنا ناخدها حقن برضه كان في مصر حاجه اسمها تراي بي اوكي okay. <applause> حاجه للاعصاب كده فيتامين بي 6 وفيتامين بي 12 احنا هنا ما عندناش الحقن كتير لكن عندنا تابلتس اوكي okay. ففيتامين بي كومبلكس بينفع في الموضوع ده ولازم علاج للتنميله اللي هو اما جابابينتين او اللي هو الليريكا اللي هو دواء لالتهاب الاعصاب. شكرا لاتصالك اختي دكتور محتاجين نسمع عن العلاجات بس جه سؤالين واحد منهم بيسال انه هل ممكن نستعيد بالسكر يعنى استبدالا بالسكر نستخدم العسل <applause> يعني مش عارفه ايه الفرق بينهم بس خليني برضو اسمع حضرتك اتفضل طبعا هو السكر الصنا السكر السكر عامه العسل احسن من السكر الطبيعي اللي احنا بنستعمله طبعا لو انا هشرب شاي بالعسل هيكون احسن من السكر الطبيعي اللي احنا بنستعمله اللي هو جاي من من قصب السكر لكن احنا عندنا سكر صناعي اوكي احنا بلندا وايكوال وتروفيا اوكي طبعا في ناس بيخافوا منه يقول لك احسن ممكن يحصل لي مشكله منهم احنا مش عارفين طبيا هل في مشكله من الحاجات دي ولا لا yeah. بيقولوا حوالي 99% ما فيش اي مشاكل تحصل في حاجات من النبات اوكي okay. يعني في سكر صناعي اسمه تروفيا دي عندنا احنا هنا ده بيعملوه من النبات يعني انا ما اتوقعش ان هو يبقى فيه اي مشاكل فسكر العسل عامه احسن من السكر الطبيعي اوكي okay. لكن هما الاتنين فيهم سكر ده اللي عايزين نقوله آه. وهما الاتنين هيعلوا استبدلهم. السكر okay. اوكي بالعسل يبقى ما عملناش <applause> لو انا يعني احيانا ولا كان عندي انفلونزا هكا اشرب شاي بالعسل ماشي مره يعني ما فيش مشكله لكن ما تبقاش دي العاده بتاعتي كمريض للسكر ان انا استبدل السكر بالعسل انا ما انصحش من كده لان برضه هيعلي لي السكر فور شور sure. اكيد تفضل دكتور كلمنا عن بعض العلاجات الجديدة اللي حضرتك بتشوف إنها يعني قليلة المضاعفات أو عايزين نقول الأثار الجانبية اتفضل <applause> طبعا إحنا زمان كنا في مصر الحقيقة أول ما نقول دلوقتي إحنا شخصنا إن عندنا مريض للسكر وقلنا إن سكرك الصايم 140 فور إكزامبل مثلا أوكي إحنا بنقول أكتر من 126 يبقى عنده سكر في حاجة تاني اسمها الهيموجلوبين السكري أو <applause> الجلايكوهيموجلوبين أوكي أو الهيموجلوبين A1C c ال 1 c لازم يكون 6 ستة وخمسة من عشرة أو أكثر عشان نشخص السكر أوكي؟ لو هو أقل من ستة وخمسة من عشرة نقول إن دي المرحلة اللي هي البري ديابيرس. اللي هي ما عندهوش دايبيريس لسه لكن اللي هو لازم يخلي باله من أكله كام؟ لكن دلوقتي احنا عرفنا ان في مريض سكره 140 صايم السكر اللي بعد الاكل 160 اوكي الاي 1 سي سته من عشره يبقى عنده سكر نقول ايه اول حاجه انا دايما اول قاعدة مع المريض اقول خلاص احنا دلوقتي ستة وخمسة من عشرة اكتر من ستة وخمسة من عشرة وان سي يبقى انت عندك سكر يبقى انا وانت لازم نفهم انت عندك سكر يبقى انت لازم تفهم انك انت عندك سكر الحاجة رقم اتنين مفيش كيور للسكر ما عندناش علاج للسكر احنا مش بنديلك دواء عشان يعالج السكر لكن احنا بنديلك دواء عشان يكنترول السكر اوكي okay. يبقى اتيز ا كنترولبل ديزيز نوت ا كيورابل ديزيز رقم ثلاثه 50% من العلاج مسؤوليتك انت اوكي okay. لازم تساعدني اوكي okay. ساعدك عن طريق تخلي بالك من الاكل تقلل من النشويات، تقلل من الحلويات، تقلل من السكريات، لازم تمشي نص ساعة في اليوم، أوكي؟ okay. لو عملت دول، أوكي؟ okay. يبقى أنا هأدي ها لك أقل كمية ممكنة من الدواء، كان. يبقى لازم لو انا اخذت من وقتي نص ساعه كل يوم خلاص انا اقتنعت ان انا عندي سكر المرض ده مش هيمشي طول حياتي يبقى هقعد معاه طول حياتي يبقى انا لازم اغير حياتي ابسايد داون اوكي يبقى هغير كل حاجه في المريض اوكي يبقى نوع الاكل اللي انا باكله هغيره انواع الاكل اللي انا باكلها هغيرها الوقت اللي انا باكل فيه أغيره اوكي فبدل ما اكل واقول لك انا باكل بس وجبه الصبح وجبه بالليل وجبه كبيره وخلاص نقول لا الله يخليك مش غلط الكلام ده اوكي احنا عايزين ناكل خمس وجبات صغيرين يبقى كمية السكر اللي هي هتدخل في جسم الإنسان على مراحل خمس مراحل أحسن من ثلاث مراحل لازم ناخد من وقتنا نص ساعة 45 دقيقة نمشي فيها وبعد كده السكر بتاعك لأنه عالي يبقى لازم نبتديك على العلاج كنا زمان في دواء في مجموعه من الادويه في مصر اسمهم تمام طبعا عشان كميه الادويه اللي احنا عندنا كتيرة خالص أوكي. لكن التركيبه العلميه او الفعل في الجسم الانسان من الادويه دي تقريبا نفس الفكره يبقى احنا علشان نعمل كنترول للمرض اوكي علشان نقلل السكر يبقى لازم نزود افراز الانسولين اوكي, أوكي. يبقى ندي ادويه على البنكرياس تزود افراز الانسولين الخلايا بتاعه الجسم اللي هي عندها حاجه اسمها انسولين ريزيستنت ان هي مش بتقبل كميه الانسولين يبقى لازم نعمل ندي ادويه تخلي الخلايا تستجيب للسكر دي رقم اثنين الحاجه الثالثه ان احنا نقلل من ال... 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 يبقى نزود الانسولين عشان يحرق كميه السكر اكتر اوكي نقلل من الهرمون الثاني اللي هو الجلوكاجون اوكي الجلوكاجون بي... بيحول ال... 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 من الكبد الجلايكوجين لسكر اوكي لو احنا قللنا من ال... 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 يبقى هنقلل من السكر، اوكي؟ الحاجة الرابعة إن إحنا ممكن نخلي الكلى تفرز كمية أنسولين، أم سوري، تفرز كمية سكر اكتر من اللازم. طبعًا تركيبة الله في صنع الإنسان، أوكي؟ عظيمة جدًا، أوكي؟ يعني الإنسان لما يبقى عنده كمية، لأن السكر هو مركز الطاقة، فالإنسان عايز يحوز كمية السكر بطريقة غير عادية، أوكي؟ فأحيانًا السكر يتفرز من البول. أول ما ينزل في كمية في الكلى، الكلى تروح بتعمل له امتصاص تاني وترجعه الدم تاني، أوكي ما ينزلش في البول، فنعمل الكلى تعمل حاجة اسمها ري ابزوربشنز إنها ترجع تاني تمص السكر عشان يرجع للدم تاني، في أدوية جديدة دلوقتي ظهرت انها هي بتخلي الكلى تفرز كميه سكر كتيره اوكي ودول الحاجات الجديده اللي ظهرت الحاجات الجديده من الحاجات الجديده اللي ظهرت اللي احنا بنقول بقدر الامكان ان احنا ما نديش ادويه كتيره اللي هي تزود الانسولين في الدم اوكي ليه لاننا كنا اول حاجه نعملها على طول ندي السالفونيوريا اللي هو الأمريل في مصر مشهور <applause> خالص هو الجليمبرايت اوكي نو اول اول عيان بسرعه خد 2 ملي جرام من الأمريل وخلاص الأمريل يدخل الجسم يعمل يخلي البنكرياس يفرز كميه انسولين كتيرة ايه اللي يحصل للبنكرياس بعد خمس سنين من الكلام ده ان انا بزود الضغط على ان هو يفرز يحصل حاجه اسمها بنكرياتيك فيلير يبقى الناس اللي هم بيمشوا على الدواء ده كتير بعد شويه هضطر ان انا اديهم انسولين اوكي لان البنكرياس مش بيفرز كميه الانسولين فاحنا نقول بقدر الامكان نختار الدواء الجديد اوكي نختار الدواء اللي هو مش هيروح على البنكرياس علشان يفرز كميه الانسولين الكثيرة. اساس العلاج لازم جلوكوفاج جلوكوفاج او سودوفاج احنا في مصر كنا بنسميه سودوفاج لان يعني. الجلوكوفاج بيزود ان الخليه تستجيب للانسولين اللي بيتفرز وبما ان التايب 2 اكتر حاجه بيحصل في الجسم ان الخلايا بيحصل لها ريزيستنت اوكي فاهم حاجه في العلاج كله اللي هو الجلوكوفاج يبقى الجلوكوفاج اول حاجه نبتدي فيه، يبقى انا شخصت العيان قلت له انت سكرك 140 انت عندك سكر لازم تخلي بالك من اكل، لازم تمشي كل يوم، لازم الله يخليك احنا مش هنعالج لكن هنعمل كنترول، اول دواء ابتديه اللي هو الجلوكوفاج <applause> جلوكوفاج 500 850 750 1000 اوكي okay. زي ما انا هختار وزي ما كميه السكر تبقى عاليه هختار مع المريض يبقى هنبتدي حاجه اسمها دايت اكسرسايز وجلوكوفاج وبعد كده من الجلوكوفاج انا هبتدي اضيف اوكي okay. <applause> 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 عايزين نلغي فكره السالفونيوريا دي خالص اوكي okay. عايزين نلغي فكره ان احنا ندي دواء للمريض علشان خاطر يزود كميه الانسولين في الدم لكن في انواع تانية حاجه اسمها دي دي بي 4 اوكي حاجه مم. اسمها جينوفيا اوكي الاونجلايزا اوكي اوكي دول يروحوا على الكبد يقللوا افراز السكر من الكبد اوكي okay. okay. يبقى بدل ما بتدي على ابتدي على الاميرل والجلوكوفاج ابتدي على الجلوكوفاج وجنوفيا اوكي okay. لو ما جابوش نتيجه يبقى اضيف على المجموعه الجديده اللي بانت من سنتين كده اللي هي بتزود افراز السكر من الكلى واحد اسمه انفوكانا واحد اسمه فارسيجا ممكن. واحد اسمه جاردينس اوكي يبقى مم. هضيف الدواء التاني ده ممكن. يبقى بدل ما نستعمل ادويه كثيرة اللي هم السالفين الاميرال، الجليبيزايد، الجلايبوريت هم دول الثلاثة اللي احنا بنستعملهم كتير ابتدينا نوقف من استعمال ده علشان نحافظ على كميه الخلايا بتاعت البنكرياس انها تقعد فتره اطول healthy فترة أطول تقدر تشتغل، كمية الأنسولين اللي بيتفرز من البنكرياس تبقى فترة أطول، أوكي؟ فقللنا من استعماله، أحيانًا بنستعمله لما السكر يكون عالي خالص، أوكي؟ طيب لما السكر يكون لأن هم دول أدوية أدوية كويسة إن هم يقللوا السكر بسرعة، أوكي؟ لو أنا جاني مريض سكره 500، أوكي؟ مفيش مانع إن إحنا نستعمل الأدوية دول لمدة خمس ست شهور ننزل السكر شوية وبعد ما ننزل السكر ندخل على الدواء الجديد. الدي دي, دي بي, بي فور دول بي يعني دواء ادويه حديثه ابتدوا كمان يعملوها في صوره حقن مش بس ادويه احنا احيانا بنخاف كمريض السكر يخاف من الحقن قوي لكن الادويه دي ميزتها انها تعمل حاجتين الحاجه الاولانيه تقلل السكر لكن الحاجه الثانيه تحسس الانسان بالشبع فابتدي يخس يبقى المجموعتين اللي هم جداد اوكي وبيخسسوا هو المجموعه اللي بتفرز السكر من البول علشان بتفرز كميه كبيره من السكر في البول فبالتالي الانسان مش بيبقى يبتدي يخس في الوزن واللي هم الجنوفيا والانجلايزا والترجينتا اللي هم بيقللوا من افراز كميه السكر من الكبد أوكي اللي هم بيقللوا شويه من الموضوع ده بيخلوا الانسان برضو خصوصا الحقن اللي هي الفيكتوزا بي بي ريديان اوكي okay. دول حاجات هما الاثنين دول ممكن الانسان ياخدهم في صوره حقن اوكي okay. ودلوقتي كمان مش بس خلوها حقنه في اليوم لكن خلوها حقنه في الاسبوع الدواء ده ممكن يقعد في الجسم فتره طويله خالص علشان يدي نفس المفعول اللي احنا بنديها نفس الحقن نيجي بعد كده استعمل الدواء شخصنا المريض المريض عنده سكر عطينا له القواعد اوكي قلنا احنا لازم نمشي على العلاج طول حياتك اوكي ما لم انك انت تخس ويبقى خلي خليت بالك بالك من اكلك ومن الاكسرسايز بتاعتك والسكرك بقى نزل ممكن نحط الدواء على هولد فتره ونمشي بس على الاكل والاكسرسايز اوكي اساس العلاج اللي هو الجلوكوفاج بعد ما ناخد الجلوكوفاج يمكن نضيف ماده تانية ماده تانية نبعد عن الحاجات اللي هي بتتفرز بتخلي البنكرياس يفرز كميه انسولين اكتر وندخل على الادويه الجديده اللي هم يخلوا الكبد يقلل من افراز السكر ما نفعوش الاثنين يبقى نضيف دواء تاني اللي هو بيزود من افراز السكر في البول بعد كده في نوع من انواع السكر اللي احنا بنقول عليهم تايب 1 اون توب اوف تايب 2 يعني الفتره الطويله الانسان طبعا طول ما هو عنده سكر فتره طويله خالص 10 سنين 15 سنه البنكرياس عماله يفرز انسولين, يفرز انسولين يفرز انسولين يفرز انسولين في مرحله من المراحل البنكرياس بيفشل اوكي يقول انا مش قادر اشتغل خلاص يحصل حاجه اسمها بنكرياتيك فيلير اوكي في المراحل اللي زي كده لازم ندخل الانسولين اوكي يبقى الادويه بالبيلز مش بتنفع اوكي لازم ندخل الانسولين وانا هدفي كطبيب ان انا احط الارقام دي قدام عينيا قدام 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 عينين المريض يبقى السكر الصايم ما يزيدش عن 140 بالعلاج ما يزيدش عن 160 بعد الاكل اوكي الاي 1 سي ما يزيدش عن 7 يبقى دي الاهداف بتاعتي اوكي يبقى الهيموجلوبين السكري ما يزيدش عن 7 سكر الصيني ما يزيدش عن 140 هدفي بقى استعمل دواء 2 3 اربعه اوكي ما عنديش مانع ان انا في مرضى عندي بيستعملوا اربع ادويه اوكي يستعملوا الجلوكوفاج ويستعملوا الجنوفي ويستعملوا الانفوكان وبيستعملوا الانسولين علشان اوصل بالمريض لكميه السكر اللي هي تخليه زي الانسان الطبيعي لإن أي زيادة في السكر لازم يحصل مضاعفات، أوكي؟ طيب أنا قلت طب هو العيان ماشي على ميتينات وكويس أحسن من بلاش ما كان خمسوميات قبل كده، طب م. ماشي ما هو ميتينات كويس الحمد لله فرح والعيان أو فرحان أوكي إنه هو ماشي على ميتينات وكويس خالص أوكي؟ لكن أنا كطبيب جوايا مش هكون فرحان أوكي؟ يبقى أنا لازم أوصل للرقم 140 160 والهوموجلوبين السكري 7، أوكي؟ عن طريق دواء عن طريق دوايين عن طريق ثلاثه عن طريق اربعه عن طريق ثلاث ادويه وانسولين الضزن اللي مات اتفضل اشكرك يعني بوضوح شديد شفنا كل مراحل العلاجات وكل تاثير العلاجات في دقيقه كلمات لشخص النهارده عايز يحمي نفسه من انه يدخل في مرض السكر ودي النصايح اللي انا بديها للناس اللي هم عندهم بري ديوبالك. اوكي لازم نخلي بالنا من اكلنا اوكي الاكل ادمان الادمان زيه زي ايه زي بالظبط زي التدخين وزي الادويه خلي بالك من اكلك قلل من الكربوهيدرات قلل من النشويات والحلويات والباكلوفات لازم تعمل اكسرسايز لازم تخلي وقت الاكسرسايز اوكي لازم تشوف الدكتور كل 3 شهور الله يخليك اوكي لازم بقدر الامكان نعمل تحاليل كل 6 شهور لو انت عندك عرضه لمرض السكر أو عندك في العيله لازم تحليل على الاقل مره في السنه يبقى لازم تخلي بالك من اكلك لازم تمشي لازم تبطل تدخين لازم الكوليسترول يبقى كويس الضغط كويس السكر كويس روح شوف دكتوره كل ثلاث شهور وتعمل تحليل دم كل ست شهور وربنا يباركك ويستخدمك يعني دكتور يوسف بشاي استشاري <applause> طب العيله سعدنا جدا بوجودك معنا بنصلي ان الرب يباركك في كل مكان توجد فيه احبائي شكرا جدا لحسن متابعتكم ولكن صلاتي ان يبارككم الرب ويرعاكم ويشفيكم والى لقاء قريب ومعا نحو عالم افضل